السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. احنا النهاردة موجودين معاكم في جولة جديدة ومميزة من عند مول الشناوي. مول الشناوي المحلة الكبرى، واول ما اقول اسم مول الشناوي اعرفي ان انتي بتاخدي براند حط نفسه في حتة جامدة جدا، ان هو بيبيع الشغل كله البراندات باقل سعر، خلى سعر البراندات بالاسعار العادية، وكمان اعلى تشكيل موجود هناك. كل المصانع اللي انتي بتتمنيها موجودة النهاردة عند استاذ سامح. وزي ما معودنا مول الشناوي على العروض الجامدة، النهاردة عامل لنا عرض عروسة حكاية، ده غير الخصومات اللي هو عاملها كمان للمتابعين على المعرض كله. النهاردة الفيديو كله مفاجآت، بس خليني أأكد عليكم انكم ما تمشوش مع اي سمسار، عشان احنا جايين المحل علشان ناخد احسن سعر واحسن خامة. لو مشيتي مع سمسار هياخد العمولة من المكان اللي انت رايحاه، وكمان لما تروحي مش هتلاقي نفس الخامات اللي احنا بنتكلم عليها ولا المقاسات، حتى لو لقيتي نفس الشكل اكيد هتفرق. انا بقول لكم على الماركات والمقاسات طول الفيديو علشان تبقي عارفه وانت بتاخدي شغلك وتبقي فاهمه. عايزه اقول لكم ان مول الشناوي موزع لتجار الجمله، واكيد ده بيميزه عن اي مكان تاني. بيميزه ازاي؟ بيميزه بتشكيله اللي يقدر يفرش بيه محلات ويقدر يجهز بيه اكتر من عروسه في مكان واحد، اكيد فاهمين قصدي. كمان مول الشناوي ما شاء الله يعني تشكيله كبير جدا زي ما قلت لكم، في البراندات وفي العروض وفي كل حاجه، واول من عمل عرض العروسه كان مول الشناوي. يلا ندخل في تفاصيل العرض بتاعنا، عرض البراندات الحلوه. العرض النهارده 67 طقم، وعندنا كمان في شحن مجاني، لا وكمان عندنا على المعرض كله خصم 10%. يعني ايه 10% على المعرض كله؟ يعني ده احنا بناخد بسعر الجمله وكمان عليه 10% خصم. لا ده احنا النهارده الفيديو من العيار التقيل. طبعا الفيديو النهارده مناسب جدا للتجار وللعرايس ولكل ست بيت حابه تجيب مفروشات لبيتها. زي ما قلت لكم العرض النهارده 67 طقم او 67 قطعه. النهارده 16 طقم سرير معاكي في قلب العرض، 16 طقم سرير من اعلى الماركات واعلى البراندات، ده اللي انا بقول عليه دايما من عند استاذ سامح. عندنا مصانع كتير جدا موجوده، عندنا مصنع تاج وديوريل واستروجي ومزايا والعالميه والسبعاوي وكوت لاين ودره المنزل وليتوس هوم، ومصنع جود المميز بملاياته الستان اللي بتبقاش موجوده في اي مصنع تاني. ده غير ان احنا عندنا 3 هدايا على العرض، مش بس كده، ده احنا كمان العرض بتاعنا ده مش متضاف سعر الهدايا على الفاتوره، دي حاجه جامده جدا ما شاء الله. وكمان العرض انا واثقه انه هيعجبك، ده غير ان العروض اللي فاتت كلها موجوده وشغاله معانا وبنفس الاسعار لغايه دلوقتي. كل الناس بتغلي، كل الناس بتخلي العروض في حته تانية، احنا عند مول الشناوي اسعارنا واحده ما بتتغيرش. عايزين نقول ان ده اكيد علشان هو موزع لتجار الجمله، والتشكيل اللي بيبقى موجود عنده الكبير ده بيخلينا مستقرين على الاسعار لفتره محترمه. يعني ده قصدي من كلامي. طيب عندنا كمان تشكيل كبير جدا من اللحفه والبطاطين والملايات، مش بقول لكم يا جماعه موزع لتجار الجمله، عنده بجد تشكيل صعب انك لما تروحي مكان تلاقي التشكيل ده كله في مكان واحد، لازم تلفي على اماكن كتير جدا عشان توصلي للي انت هتشوفيه قدامك عند مول الشناوي. عشان اقول لك انت داخله بس على مكان من العيار التقيل، تبقي رايحه كده جاهزه للعرض اللي انت هتاخديه او لجهاز بنتك، حتى لو انت هتجهزيها من هناك على مزاجك. باكد لك ان احنا عندنا خصم 10% لغايه اخر 9. عايزه اقول لكم على حاجه بجد، انت هتدخلي عند مول الشناوي مش هتعرفي لا تلفي ولا تروحي عند اي مكان تاني، المكان هيبهرك وهتلاقي نفسك اخدتي حاجتك كلها من مكان واحد، وده بيميزه فعلا. طيب هتلاقي بقى هناك قسم للفوط وقسم للملايات وقسم 3 اقسام للملايات، وكمان عندنا قسم للحفه، وفي قسم كبير تاني بره المعرض للحفه والبطاطين، وعندنا قسم للدفايات. في عز الحر ده هتلاقي هناك دفايات جامده جدا، تشكيل كبير قوي فيها طبعا لان هو موزع لتجار الجمله. وعندنا قسم لكفرات كراسي السفره والانتريهات والحافظات السجاد والكوفرتات التركي والكوفرتات اللي بينزل معاها اطقم سراير الحلوه اللي احنا بنحبها دي، وتشكيل كبير جدا من الفوط. لا الموضوع كبير، محتاج ان انت تدخلوا على الفيديو بقلب جامد ونتفرج عليه كده، وتمسكي الورقه بالقلم وتمسكي كده تفاصيل العرض بتاعك عشان تعرفي انت هتاخدي ايه في بيت بنتك. بجد استمتعت جدا بالفيديو، هسيبكم تتفرجوا عليه. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده، وهسيب لكم وصف المكان اخر الفيديو. ويلا نقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا. النهارده بقى عايزه اقول لكم عندنا عرض جبار، عايزين نقول ان احنا النهارده موجودين عند مول الشناوي، وسامح النهارده موجود معانا في الفيديو. استاذ سامح منور الدنيا، ربنا يبارك فيك يا باشا. سال عليك في الفيديو اللي فات بطريقه، هو فين؟ خير؟ لا موجودين. يعني للجمهور جبار الحمد لله، البركه في الناس طبعا اللي موجوده، والحمد لله احنا دايما مكملين اهو. الله يخليك، دايما الحمد لله، دايما في تقدم يا رب. انا عايزه اقول لكم، انا اللي عايزه اقول بقى الكلام ده، العرض ده لو اخدتيه، احنا عندنا عرض عروسه زي ما احنا عارفين، استاذ سامح دايما بيعمل لنا عروض عروسه من العيار التقيل. اي عرض يتركن اول ما يجي استاذ سامح الشناوي ومول الشناوي ينزلوا بشغلهم، معلش بقى
كل الناس تركن على جنب ونيجي نمسك ورقه وقلم ونذاكر العرض كويس قوي. احنا النهارده عندنا عرض جبار يا جماعه، مش عايزه اشوقكم اكتر، بس انتوا ما شاء الله الصوره بتتكلم، يعني شوفوا ما شاء الله البضاعه هي اللي تحكم على نفسها بالظبط. يعني انتوا شايفين ما شاء الله الصوره بتتكلم يا جماعه، كميه الشغل اللي موجوده، لا ومش بالكميه. عايزين نقول ما اعمل لكوش عرض ب 15 و20 وتيجوا تلاقوا العرض كله معلش حاجات من يعني حاجات بسيطه باسعار بسيطه، واحنا عاملين عليها عرض ونقول ده عرض جبار. لا لا لا، احنا النهارده عند مول الشناوي، يعني احنا عندنا شغل حلو، شغل براندات، عرض تقيل يفرش لك اوضتك واوضه الاطفال بشياكه وبعظمه وباقل سعر كمان. العرض اللي احنا هنقوله النهارده بيتباع اضعافه بره، وانا متاكده من كده، لان احنا هنا بجد عندنا اسعار جامده جدا، اسعار مميزه. ومن الاخر خلينا نقول بقى ان احنا النهارده عندنا في العرض بتاعنا اوضه املايت للسرير الكبير والسرير الصغير وكوفرتات، وكمان معانا المفارش الصيفي والمفارش الشتوي، وطبعا السوفت اللي انا بقول عليها، وكمان الحفر الاوضه الكبيره والاوضه الصغيره. كمان موجود معانا الشغل اهو التركي اللي هو ملايه بالكوفرتة بتاعتها، موجود معانا الصوت بتاعت الاوضه الكبيره والاوضه الصغيره ودفايات. عرض كامل مش هتزودي عليه اي قطع تانية. استاذ سامح انت مستعجل على الشغل وعايز توري الناس الدنيا. نفسي بصراحه العرض فعلا ان شاء الله هياخد حقه. عرض اللي انت هتشوفيه كله براندات طبعا. موضوع عدد القطع اهتمينا بيه طبعا زي في عروضنا وفي شغلنا عشان اسعارنا بنميزها في العرض. تمام. الاهتمام النهارده كمان ان عدد القطع ما بيقلش حاجه عن الجوده، يعني مش هنعمل عدد قطع قليل ونزيد بالجوده، او نعمل عدد قطع كبير ونقل في الجوده، لا احنا بنحقق دايما المعادله بتاعتنا ان احنا بنعمل كلها عروض براندات وشغل كويس ومميز، وفي نفس الوقت السعر بتاعه هيبقى مناسب قوي، يعني سعر مناسب اي حد تاني. الحمد لله طبعا. النهارده العرض ده كم قطعه؟ العرض ده 67 قطعه ان شاء الله. 67 قطعه. العلبه قطعه زي شمال طقم السرير، العلبه اللي انت شايفاها دي علبه الفوط. فوط الاطفال دي قطعه. دي قطعه. يعني دي فيها اربع فوط، دي معاكي قطعه داخل العرض. اللحاف الاطفال اللي فيه اثنين، الشنطه الكبيره دي هنعدها قطعه. المفرش القطيفه الكبير او المفرش القطيفه الاطفال قطعه. العرض النهارده الحمد لله عرض، يعني هنقول بقى مش هنقول براندات، احنا هنشوف هنخلي الناس هي تشوف الماركات بتاعته والمصانع بتاعته. واحنا غير اي حد يا استاذ سامح، احنا لما بنيجي نقول عرض، يعني تقريبا اول ناس عملوا عرض العروسه يا جماعه كان احنا هنا في مول الشناوي. راجعوا نفسكم كده وراجعوكم على وقتكم وشوفوا حاجاتكم. احنا اول ناس نعمل العرض هنا، فيعني العرض على اصوله هنا عند الشناوي. عايزين نقول ان هو يا جماعه بجد دارس العرض كويس قوي، وكانه ام عروسه هي اللي ماسكه الورقه والقلم وبتجهز، لا واحسن كمان، عشان هو كمان طبعا مع احترامي كل الناس، كل ستات البيوت، هو خبره في مجاله اكتر، فعارف يحط ايه وعارف العدد ايه. وزي ما احنا عارفين ان انت دايما بتحطي حاجات متوازنه، مش هتجيبي كل العرض براندات، مش هتجيبي كل العرض حاجات كده، لا هو ظابط لك الدنيا، بس برضه برغم انه ظابط الدنيا تحس ان كل العرض براندات. احنا عايزين نقول العرض ده عليه شحن. العرض ده شحن موجود وممكن يعني لو الاماكن المحافظات قريبه بالنسبه لنا مش الصعيد او الاماكن البعيده، بفضل ان هو يتبعت عربيه، لان ما شاء الله العرض كبير. لو شفتيه كيس سواء في كراتين او في كياسه هتلاقي ما شاء الله العرض كبير كبير، يعني فوق ما تتخيل، يمكن بس اللي شايفاه متفرغ، انما على الطبيعه لما يجي الكيس هتلاقي عروض. فاحنا هنقدر نوفر موضوع خدمه العربيه دي توصل او الشحن، والشحن ان شاء الله احنا عاملينه مجاني. العربيه لو هتروح، يعني العرض ده شحن مجاني؟ العرض احنا عاملينه شحن مجاني. لا وفي هديه في العرض كويسه قوي. كمان عندنا هدايا على العرض. طبعا احنا معودين ناس. طب شفت بقى، ده احنا لازم نكمل الفيديو للاخر عشان نعرف الهديه ايه يمكن ونعرف تفاصيل العرض ان شاء الله. يمكن طبعا احنا على قناتنا، قناه المول الشناوي المفروشات المحله الكبرى، عاملين مبادره من 1/9 لحد 30/9 بخصم 10%. العرض يعني من اول الشهر لاخر الشهر، من اول شهر لاخر الشهر، ملناش حجه طبعا بقى. العرض ده هينزل مثلا تقريبا 10/9 او قبل 10/9 بشويه، ده قناتنا احنا على قناه الاستاذ شيماء. فهو طبعا احنا من اول 9 لحد 30/9، وفضل الله الناس اللي جت طبعا بتستفاد معانا بالعروض. 10% ده خصم حقيقي زي ما احنا زي ما انتم عارفين طبعا على القناه بتاعتنا وعلى مصداقيتنا الحمد لله. 10% على فاتورة عرض حقيقي على على كل المنتجات، مش منتج او اثنين يعني، مش عرض على اي حاجه هي تشكلها في المكان، على كل المنتجات طبعا. لو عروسه عايزه تشكل عرضها بنفسها تنقيه. نقول هنا عند استاذ سامح مول الشناوي هتلاقوا كل حاجه ليها قسم، قسم للفوط، قسم لملايات الاطفال، قسم للملايات الكبيره، قسم اثنين ثلاثه، ثلاث اقسام للملايات الكبيره، قسم للحاف والبطانيه لوحده، قسم للحاف والبطانيه ده قسم جبار ما شاء الله، ده معرض لوحده طبعا ما شاء الله، وقسم الكوفرتا التركي وقسم الكوفرتات اللي هي والبيكا بالظبط كده، واللحاف جايبين برده هنا شغل. ولا وعندنا كمان كفر الانتريهات وكفر السفره والمراتب. وعندنا الدفايات برده موجوده معانا ومراتب، كل كفرات المراتب، كفرات المراتب وعندنا كمان كفرات مراتب. يعني انت مالكيش حجه، عروسه وعايزه تتجوزي وعايزه تجهزي نفسك كده بجهاز عظمه وشياكه ومن الاخر وباقل سعر، يعني كل الحاجات دي موجوده فيه. لا ومش هنقول لك بقى والسعر ايه، لا
السعر هنا اقل من اي حد، انا عايزه ادخل في العرض. يلا بينا بقى عشان فعلا احنا عندنا متحمسنا ليه، وان شاء الله نوريكم عرض كويس. ان يا جماعه اللي هتابع معانا بالنسبه للناس اللي عايزه عرض قوي، عرض يعني زياده حبتين في المنتجات بتاعته في البراندات، تتفرج على العرض ده. الناس اللي هي محتاره وعايزه تاخد فعلا، خايفه انها تقع في عرض قليل او تقع في حاجات منتجاته تبقى نصها حلو ونصها وحش، لا انا اضمن لك ان مفيش قطعه في العرض اللي انت هتشوفيه ده قطعه واحده عينها بتوجع. وخليني هوريك كده بالبدايه كده. معنى توجعها دي؟ طبعا يعني المفروض يعني تبصي للحاجه تبقى عينك مرتاحه، ما تقعديش تبصي تحسي ان من كتر الشغل عايزه تغمضي، عايزه تلفتي وشك. لازم تبقي حاطه الوانك واذواقك في البيت كده تبقى اذواق مرتاحه، وتحسي ان انت مش متضايقه ولا منزعجه ان انت تبصي على الحاجه. الكلمه دي فرقت بجد كتير جدا، ان ما يبقاش فيه دوشه في الجهاز بتاعك، وكل ما الحاجه تبقى سيمبل كل ما فعلا تفضل معاكي عمر اطول، مدتها ما تروحش. دي دايما باكد عليها معاكم. دول ايه؟ بصوا كده نبدا كده، دي من الفرش القطيفه اللي هي الكبيره. ده طبعا مفرش بيرلا الاسباني. ده بيرلا الاسباني، ده مفرش بيرلا الاسباني، مفرش طعم قوي. بصوا ده المفرش القطيفه الشتوي بتاع الاوضه الكبيره، مفرش قطيفه اللي هو الخامه الثقيله طبعا بجوبيره من الكنار بتاعه في الخدادية، اهو تمام، وكنار المفرش من تحت. تمام طبعا يا جماعه، متاح طبعا تبديل طبعًا الالوان، طبعا شين حاجه محترمه جدا، وحفر برضه بسم الله ما شاء الله، متاح تبديل الالوان. ده ثلاثه قطع، تبديل الالوان واحيانا تبديل الموديل كمان. يعني احنا عندنا المجد يوازيه، المجد موجود، العالميه موجود يوازيه. العروسه اللي ما يعجبهاش المشجر وتحب الحاجه الساده، هات المجد احنا كده، تحب الحاجه الساده برده ده متاح وده متاح. احنا عندنا برده موديلات ثانيه في بيرلا، اكيد اكيد بيرلا في كذا رسمه منه، وفي في المجد برده كذا رسمه منه، ومتوفر انها ممكن تبقى العروسه تبدل. في ناس تحب المشجر في المفرش طبعا، احنا حبينا ده وحبينا ذوقه. في ناس تحب الساده خالص، مش عايزه الاذواق فيه زي القطيفه الاطفال، فده متاح وده متاح. بصي بقى القطيفه الاطفال حاجه ساده خالص، وهجيب لك المفرش المجد تبص عليه برده الرسمه الثانيه اللي هي الساده. تمام ساده بس هو حفر، يعني بصي هنا موجود برده عليها حفر، تمام، فتحسي ان هو ساده وبرده مش مزعج للعين ابدا. عندك ده بينك، تقدري تجيبي على موف، تقدري تجيبي على بيج، تقدري تجيبي على جراي، هتلاقي الالوان كتير، اختاري منها. ده الساده بقى، ده ساده حفر. بصوا الشياكه بتاعته، وبرده شغل ال ده ايه جوبير؟ ده شغل الجوبير برده من كنار المفرش من اوله لاخره داير ما يدور، ده في الكنار كله، والخداديات بتاعته ساده. طب ده اربع قطع، اربع قطع مفرش وخداديه والكيس المخده. طب خامه المجد ما شاء الله مفرش، بتفرق في الكيس المخده كده كده، انت بتبقي فرشه ملايه. بصي التوليه يا استاذ هشام كمان هنا كمان، شفت الخامه بتاعته وتقولها؟ الله الله الله، شايفين حاجه ما شاء الله محترمه قوي، يعني شايفين الكثافه. بصوا الحفر بتاعه بارز ازاي، يعني الفروه بتاعته عاليه، لا ده حاجه محترمه جدا. يا جماعه مول الشناوي اول ما يحضر على طول امسكي ورقه وقلم وقعدي ذاكري الفيديو بتاعه، اكتبوا الفيديو ده العرض ده. ناس كتير بتقعد تستنى الفيديو بتاعك، سواء لله بقى متابعين او ناس تانية، عشان يذاكروا العروض بتاعتنا كويس قوي. وعايزين نقول والله ان احنا فعلا عرضنا النهارده كله براندات، يعني احنا عندنا هنا بيرلا، وده لافندر، لافندر طبعا التركي محترم جدا، يعني الفرش كلها مستورده معروفه. تمام، وبالنسبه للحاف الفايبر جايبنا الحاف تاج معانا برضو، لحاف تاج. أيوة. بصوا بقى تاج اشكاله كتير جدا. همشي انا خدت لكم جوله في بدايه الفيديو، وريت لكم المكان محتوى ايه هنا، ايه اللي معروض، فوريت لكم ما شاء الله تشكيله اللحافه اللي موجوده، تشكيل عظم ما شاء الله. عشان كده بنقول دايما العروسه اللي هتيجي تنقي قدامها اختيار كبير من الموديلات، مش بفرض عليها موديل معين. تمام، لا انا يعني في موديل تاج مثلا، في الموديل ده، في الموديل ده، وطبعا شفت اقسام البطاطين واقسام اللحافه زي ما انت شفت كده، متاح للعروسه انها تاخد من ده تاخد من ده زي ما تحبها. احنا بنجتهد في الموديلات، بنختار اللي على ذوقنا واللي على مزاجنا. يعني ذوقنا الحمد لله فضل الله بيعجب ناس كتير، والحمد لله هو موازي. نازل عليه خداديه فرو هديه بالظبط كده، هو اربع قطع لحاف، والحمد لله ذوقنا مواكب الاذواق الجديده بتاعت العرايس. الحمد لله الحاجه الاذواق الهاديه والرايقه اللي عجبني كده كمان، انت قلتي دايما العرايس النهارده بتحب الحاجات السيمبل البسيطه الهاديه، وهو فعلا ده ذوقنا، واحنا بنحب الناس اللي شبهنا في الحاجات دي. انت قلتها كده في وسط الكلام ما خدتش بالك، بس هي ده الصح، ان انت تبصي للحاجه تبقى عينك مرتاحه، دي بتفرق كتير كتير. تخيلي جبتي كل حاجه ورد 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 ورد، هتبقي قاعده عامله ازاي؟ فانت لما كل حاجه تبقى سيمبل معاكي، وتجيبي ورد برده بس يعني حواليه ساده، حواليه رايق كده، هتحسي ان الدنيا فرقت معاكي جامد قوي. يعني دي الخداديه بسيطه كده، بصي يا جماعه ملفوفه لفه هديه، يعني حاجه كده من الاخر ما شاء الله. طبعا بصوا وش وظهر حاجه ما شاء الله، ما فيش اجمل من كده. يعني بصوا فلافي في نفسه ازاي، جميل جدا بسم الله ما شاء الله، حلو قوي. بصوا استا عشان طبعا ما الله يبارك لك، الناس العروس حابه تستفاد منها وتنام على الظهر بتاعها. تمام طبعا احنا ما عندناش اللون ده وبس، احنا عندنا تقريبا في الموديل الواحد كام لون يا استاذ سامح؟ عندنا موديلات اكتر، يعني الموديل اللي حابب ده فيه اكتر من 5 الوان ما شاء الله. وبالنسبه للموديل عندنا اكتر من 12 13 موديل، متاح ليك ان انت تاخدي تاج، متاح ليك ان انت تاخدي السروجي،
متاح ليكي ان انت تاخدي ادرودونا. ايه ده، تاج وسروجي وادرودونا طبعا في نفس العرض بتاعنا من غير ما ادفع فرق؟ اه طبعا من غير ما ادفع فرق. حلو قوي. احنا بس بنجتهد يا جماعه، احنا بنحط ذوقنا، وذوقنا احنا الناس عارفه ان احنا بنحط ذوق كويس، يعني ده اكيد الحاجه اللي هي السيمبل البسيطه. ممكن في ناس تحب تانية حاجات تانية اعلى شويه في الشكل، تمام، اهدى من كده كمان في الشكل. اه تمام. فاحنا شفنا قسم اللحفه، اختاري زي العروسه طبعا اللي اتنورنا وتشرفنا، تمام، تختار ما يحلو لها وتبص على الاقسام وتختار هي اللي زي ما هي عايزه. ما شاء الله. عندنا ثلاث اقسام اختارنا منهم 16 موديل طقم سويت، تمام، ان شاء الله هيعجبوكم وهيبسطوكم. متاح ليكي تغيير اي موديل وتغيير اي لون. تمام. احنا بنعمل وبنقتصر على عرض العروسه ده عشان موضوع الشحن ده قوي. لما موضوع الشحن قوي الناس اللي هي بتبقى بعيده عننا واللي ما بتقدرش تيجي المحله، لا احنا بنوفرها العرض ده في خدمه الشحن اللي بنقدمها، يقدر يوصل لهم بسهوله بدل ما تيجي المحله بنفسها. تمام. يعني في ناس فعلا ما بتقدرش. يعني انا يعني دايما على يعني عايز اقول لك ان اسبوعيا عرايس بتكلمنا وماما يعني ماما العروسه او بابا العروسه، اعمل عرض على ذوقك وابعته. طب العرض اللي احنا شفناه ده ممكن تزود او ممكن تنقص، وبفضل الله الحمد لله بنبقى واقفين معاهم الحمد لله موجوده وتختار. يعني انا لسه اول امبارح ما شاء الله. عارف ليه؟ عشان الناس عارفين ان هو العرض ده بره بسعر تاني. أيوة. فانا هنا كسبانه لما اخده فرق السعر ده انا ازود بيه شغل. الناس بقت فاهمه يا زي شيماء ان العرض كتير والقنوات كتيره، والناس النهارده بقت فاهمه بتشوف العرض ده فين بالظبط، ده ايه والمنتجات ده ايه، والناس النهارده بقى عندها نظره، عارفه ان الشغل الكويس بيبان عليه، عارفه البراندات وبدات تسمع البراندات الكبيره والمصانع دايما اكتر من مره. وفي ناس مصانع طبعا يعني ما شاء الله. احنا اللي بيميزنا هنا ان احنا بنقول على اسم الحاجه اللي محطوطه في العرض. الحمد لله. يعني احنا مش راصين لك عرض تيجي تبصي على العرض الله في الصوره الله ده العرض ده تحفه، تيجي تاخديه تلاقيه اصلا مش ماركات. أيوة. وده بيقلل من سعر الحاجه معاكي. لكن احنا بنحب نقول كل حاجه نوعها ايه وعددها ايه ومقاساتها ايه عشان تعرفي انت بتاخدي ايه وانت قاعده في بيتك. أيوة. العرض هيجي لك زي ما احنا بنقول في الفيديو بالظبط. جميل. خلينا نسمعك بقى اسماء البراندات والمصانع فيه. ايوه لو سمحت قولنا بقى كده. ايوه احنا طبعا بدانا بالحفته بتاك طبعا. لحف بيرلا لطيفه، بيرلا الاسباني. أيوة. لافندر في الاطفال ولافندر طار السوفت، دره المنزل والتركي دره المنزل، اطقم السراير بقى اتفرجي بقى على المصانع بقى دره المنزل البلدي، كريز، السبعاوي، ديوريل، ستاج، النصور، تمام، انتر مارك، الحريه، التلاوي، كلها ماركات اطول. انتر مارك معانا كمان ما شاء الله، والتلاوي اكسلانس، السبعاوي، تاج برضو في الاطفال حطيناه. ما شاء الله. يعني كلها ماركات كبيره طبعا. السروجي، مصنع نيلي، المصنع المحترم، مصنع وعد، مصنع ما شاء الله مصانع كبيره جدا، مصنع وعد جميل. العلياء، ساموتكس، من اجمل واجود الانواع المصانع الفوطه اللي هي بتعمل وبره اللي هي البامبو اللي هي من جودتها كده بتبلع الماء مش بتشرب. ايوه طبعا احنا جربنا الحاجات دي كلها بس عشان يعني ما نطولش عليكم لان العرض كبير فمش عايزين نطول. نتفرج عليه. تمام. احنا كده شفنا اللحاف الكبير اهوت. تمام. اختياراتك بقى اذواقك والوانك مع نفسك خالص وبراحتك بالتنسيق مع اداره مول الشناوي. لحاف الاطفال حاطط لك المصطفى ده قطيفه، بطاطين حاطط لك نانا، ده الله 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 على الشياكه. ده لحاف موديل جديد، ده شبابي، ودي قليل لما بتحصل ان انت تلاقي لحاف اطفال شبابي، دي قليله جدا ما شاء الله. ده تركي يا جماعه، احنا وعدناكم اللحاف من العرض من اوله لاخره. بصوا يا جماعه انبسطوا منه، اتفرجوا بقى. طبعا اي حاجه في الاطفال اتنين. ايوه يا سامح الله يكرمك. بصوا بقى الدلع ما شاء الله، ومقاسه خطير، ده يفرش السرير الكبير. هو يتحط على وش السرير الكبير فعلا يفرش ما شاء الله. حاجه 240 في 210 بسم الله ما شاء الله. ده حلو ولونه حلو وما شاء الله ذوقه شياكه وحاجه عظمه طبعا. وش سيمو ووش على بينك يا جماعه. تمام. الوانه كتير زي ما احنا متفقين، والوشين قطيفه. طيب طبعا قبل ما تاخدوا بالكم دي قطعه اللي حاطين الاطفال الاثنين مع بعض دول بيتحسبوا قطعه واحده. معاهم اكياس للخداديات وكاس المخدات طبعا. تمام. تمام. بصوا شوف حاجه ده حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله جميل. العرض ده عليه خصم 10%، يعني انت خصم 10% من مول الشناوي، يعني انت على الاسعار اللي هي قبل ال 10% برضو احنا هنا اقل من اي حد تاني. ف اللحفه الاوضه الكبيره والاوضه الصغيره والمفارش الشتوي والاوضه الكبيره والاوضه الاطفال والمفارش القطيف. تمام. نخش بقى على البطاطين. يلا بس ما شاء الله حاطط لنا دي بطانيه مش لحف. بص يا شباب دي بطانيه. بص بقى تاج الفار طبعا لو تفتكروا البطانيه دي احنا حاطينها في عرض 9900 خطير. شغال ما شاء الله عرض مكسر الدنيا شغال معانا عرض. معروف.
ما شاء عنده اللي هو الله 29900 كنا حلو حاطين فيه قوي بطاريه قوي الكسرة قوي دي. قوي قوي. شفت شايفين الماكينه عامل الخام؟ ازاي؟ شايفين؟ انا مش عارفه اتكلم اقول عليه ايه بصراحه، اه يا الصوره جماعه بتتكلم خلي لوحدها بالكم من التيكيتات والحاجات اللي هي بتتحط على كل قطعه اهو. في البطانيه او في تمام اللحاف، انها يعني دي الاصليه بتاعت المصنع، تمام يعني عمر ما تلاقي حاجه لحد ضارب مصنع تاج وعامل لك البراند ده. لا ممكن يكتبوا الاسم، وده بيحصل كتير وبنلاقيه، انها مش هيحطوا لك كل قطعه على كل منتج ايوه في ايوه المصنع، ايوه اه هتلاقي على البطانيه وهتلاقي على الفوداديات في القطعه دي. طبعا نفس ده اللي بيخليكي تشوفي ممكن تاج بره بسعر اقل. لا راجعي كل شغلك كده وبصي على التيكت بتاعك عشان كل حاجه بتتضرب. احنا عند مول الشناوي كل الشغل موجود معانا براندات. حاطين بطانيتين ده كبار، كده للاوضه الكبيره، ده اللي في ايدك دي كمان الاوضه الكبيره. دي اوضه كبيره برضه، حاطين بطانيتين في العرض يا استاذ جميل. يا سلام على الشياكه. لا ده انت منسق لنا قوي، يعني اللحاف منت والبطانيه منت، ده انت مختار العرض بمزاج. صراحه بص عرض بقى بصوا جميل، انا بحب الموديل ده جدا، والله يعني شياكه عجبني التاني ومريح وقمر. اه وش وش السادة وش مروج مشجر طبعا، ووش شفت ساده البطانيه ده، الوش المشجر والوش السادة، ما شاء الله. شفت التقل بتاعها 7 كيلو تمام ونص بالظبط، ده وزن حلو قوي. البطانيه. طبعا ارقامنا على الشاشه للشحن يا استاذ سامح، موجود ان شاء الله. وقلنا العرض ده شحنه مجانا عشان الناس اللي نسيوا من اول الفيديو او دخلوا في اللايف دلوقتي ومش عارفين بدايه العرض ايه. العرض ده شحنه مجانا، وارقامنا على الشاشه او فوق الفيديو للتواصل مع اداره مول الشناوي. يبقى احنا كده حطينا بطانيتين كبار في العرض ده، ودي بطانيه اطفال كده. طيب دي بطانيه اطفال منقوشه، اقدر احطها ساده لو حبيت؟ اه متاح. تمام احنا زي ما احنا قلنا، احنا اجتهدنا وحبينا نحط بذوقنا، في ناس تحب تاخد الساده وفي ناس تحب تاخد المشجر، تمام والاثنين متاحين بنفس السعر، حلو مفيش قوي مشكله يعني. حلو قوي ما شاء الله. طبعا دي عليها فروزن وموف بقى، طبعا لون الموف ده جديد مش موجود كتير في الاطفال. يا جماعه المقاس ركزوا معايا في المقاس ده، يفرش وش السرير الكبير. بطانيه عليها شغل ما شاء الله، وحفر كمان فحلو قوي بسم الله ما شاء الله. اتنين اطفال اتنين شغل الشناوي بقى، اتنين بالظبط. اي حاجه اطفال يا جماعه، اتنين لحاف، بطانيه، دفايات، ميلايات، كلها اتنينات، يعني اضربي في اتنين على طول. تمام يا ريت. طبعا حطينا دفايتين، واحده فرداني ده للاوضه الكبيره، للاوضه الكبيره واحده فرداني وواحده بخدديات. هات الاربع قطع اهي، الله الله يا جماعه، دول الله. دفايتين للسرير الكبير اهو، دي معاها واحده خدادياتها، معاها اربع قطع، دفايه واتنين خداديه وكيس مخد، تمام نفس الرسمه اللي على البوستر دي بالظبط، ودي تمام. الوان، وعندنا الوان من نفس الرسمه وعندنا اشكال تانية كمان. ودي دفايه كبيره فرداني كمان، دي دفايه اه دي برضه، ممكن فيرزاتش تاخديها ساده اه او تاخديها مشجره، تمام، واللي هي ليها بلابل، كل الالوان اللي انت عايزاها. حلو قوي. طبعا تشكيله الدفايات ورا اهي، شايفين ما شاء الله تشكيله كبيره جدا موجوده معانا، برضو تقدر تختاري منها في العرض. دي الاطفال بقى، دفايه ست قطع الاطفال اللي ما فيش حد بيحط عرض عروسه يحطوا فيه الدفايه ست قطع الاطفال دي، دي برقم لوحدها اصلا ما شاء الله. انا عايز اقول لك في ناس تاخدها مفرش قطيفه، احنا حاطينها دفايه، اه دفايه ست قطع تتفرد انها مفرش قطيفه، حلو قوي. تبقى المفرش اللي انت واخداه ده جميله. اه 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 بصوا انت واخده مفرش قطيفه ودفايه اطفال، تمام، ولسه بقى كوبرتات الاطفال ولسه اللحاف الاطفال، تمام زي ما احنا شفناها كل ده في الشتوي، اه تمام كده ما شاء الله. طيب احنا كده حاطين دفايتين للاوضه الكبيره، دفايتين كبار ودفايه اطفال ست قطع، ودفايه اطفال ست قطع، تمام. اه نبدا بقى ايه، اخش لك بقى على الفوط وجمالها ونبص على لطم السراير. يلا بينا نتمتع بقى بحلاوه البراندات والمصانع بقى اللي هي فعلا يعني الحمد لله فضل الله في ظهرنا من اولنا طبعا في المحلة، لان الحمد لله طبعا المحلة طبعا لازم تذكر فيه طبعا، قلعة الصناعه ويعتبر القماشات العمليه والمقاسات الكبيره والشغل اللي فعلا اللي يعتبر على ابوه في المصانع اللي هوريها لك دي، اصل الصناعه المصريه، المفروشات والقطن المصري، الحاجات دي كلها ما شاء الله، يعني القطن المصري احسن قطن في مصر. المحل يا جماعه بص ان احنا القطن بتاعنا بيتصدر بره، فاحنا اساس القطن هنا مصر، هنا اه في القطن المصري وفي التيل بتاع العمريه اه الحاجات دي والقطن، وبالتحديد المحله الكبرى، المحلة الكبرى طبعا بالتحديد يعني، فاحنا ما بالك بقى ان احنا في المحلة وعند الشناوي. الله يخليك يا جماعة، طبعا هتفرجوا بقى على الحاجة كده واحدة واحدة. احنا لسه ما عرضناش حاجة في الفوط، دي أول حاجة معانا. أول حاجة ديت، تمام، ده مصنع إيه؟ ده مصنع ساموتكس، أربع فوط طبعا، فيها اكسسوار كده جميل قوي، ميدي منظر بس حلو، شغل جوبير بلمعة كده، خامات تمام وحفر مفيش بعد كده يعني ما شاء الله. دي 60 في 120 60 في 120، تمام. طبعا فوطه داوود ما شاء الله، الله. مصنع برده غني عن التعريف، شغل هاند ميد اللي فيه، شايفين الشياكة جميلة طبعا، كل علبه فيها اربع فوط اهو، علبه السروجي، السروجي بقى تمام، السروجي برضو مصنع حدث بلا حرج ما شاء الله يعني، تمام. خدي بالك اي مصنع من دول استاذ سامح، اي مصنع من دول السروجي اقدر اختار موديل مختلف عن الموديل ده، وداوود برضو وساموتكس اقدر اختار ما بين الموديلات بتاعتهم، حلو قوي تمام. ده طبعا مصنع نيلي، مصنع قطن فوط، قطن بامبو 100%، تمام، من اقوى المصانع اللي هي بتعمل بامبو، يعني امتصاصها عالي عالي جدا فوق ما تتخيل يا استاذ جيمي، واحنا يمكن جربنا الفوط دي قبل كده، انا مش عايز انا اضيع وقت لان فعلا تمام. العرض العرض كبير دسم وهياخد مننا وقت،
ما شاء في الله. مصنع ريش نعام؟ بس ريش نعام طبعا مصنع غني عن التعريف يعني، ما شاء الله. ما شاء الله، القطن طبعا تمام 100% طبعا. مصنع وعد، ومصنع وعد كمان، انا واخده من فوط وعد، دي حلوه قوي ما شاء الله. من تمام، اجود مصانع الفوط ده وش قطيفه ووش قطن. طبعا في الوشين قطن، بس دي معانا الوش قطيفه ووش قطن. العلبه الوحيده اللي احنا حاطينها قطيفه، وش وش قطن. تمام طبعا. بصوا يا جماعه الخامه بتاعت الفوطه عامله ازاي. ما شاء الله، شايفين؟ شوف الجبيره بتاعت الفوطه، تحس انها طقم سرير، مش جبيره، مش جبيره فوطه جميله. يعني دي جبيره ملايه بتحط في طقم السرير، هو حاطها في الفوطه. حلو قوي. وطبعا غير بقى جوده الخامه وطول الوبره ومقاسها كمان، حاجه محترمه جدا. كل الفوطه حاطه بقى 60 في 120، جميل. ما عدا علبه 70 في 140 وعلبه 50 متر زي ما احنا متعودين. تمام. شوف الوبره هنا باينه ازاي الكثافه بتاعتها، ما شاء الله. عشان حاجه بس مش اي فوطه يا جماعه تتعرض، خلي بالكم مش اي فوطه تتعرض، ما هي الفوطه كلها زي بعضها. أكيد. اللي بيفرق التقل، وبيفرق ان درجه الخامه سواء قطن او مخلوط، وامتصاصها للميه. ايوه طبعاً. طبعا عشان كده المصانع دي مصانع محترمه، عشان كده احنا بنتعمد نقول اسم المصنع ايه، عشان تبقى عارفه انت بتشتري ايه. ان المصنع مش هيجازف باسمه يعني. احنا ما شاء الله النهارده حاطين لكم تشكيله حلوه قوي، وديوريل كمان موجود معانا، الموديلات الجديده. احدث الموديلات يا جماعه، بصوا مش في ديوريل بس، في كل الفوطه يا استاذ شيماء. طبعا في كل العرض اللي انت شايفاه ده احدث اصدارات لكل الشركات اللي انت شايفاها ما شاء الله. يعني العرض ده فعلا مكمل معانا ل 2024 ده حقيقي. يعني عايز اقول لك سنه او سنتين عشان تاخدي الحاجه دي، بس كده تشوفي حاجات تطلع غير. وفي الاخر بيتسال برضه على الشغل. محتاجه اسال على حاجه، احنا عرض 29 اللي احنا قلناه قلنا مكمل معانا تمام، 19 داخل فيه الموديلات الجديده مكمل كله. لان احنا طبعا طالما لو حطينا فيه وكم كل ما 19650 مكمل. حلو قوي. عرضين ثلاث عروض احنا كنا شغالينهم، 19650 اللي هو ال 50 قطعه، والعرض ال 24000 ال 61 قطعه، والعرض 29900، وده العرض الجديد بقى بتاع اللي هو 19 يعتبر لسه. خدوا بالكم العروض دي، احنا بنتكلم في عروض دلوقتي ارقام، عدد القطع بتاعها ثابت مش هنقلل، والبراندات بتاعنا ثابته، احنا كل الفيديوهات بنقولها ببرانداتها. فاحنا على وعدنا معاكم، لان احنا اساسا هنا عند مول الشناوي مصنع كبير، كل المصانع موجوده معانا، وزي ما استاذ سامح بيقول واقفين في ظهرهم، فاسعارنا ما بتتغيرش ما شاء الله. يعني احنا العروض دي بقى لنا فتره مصورينها. عايز اقول لك قبل ما نعمل الوضع ما لناش دعوه يعني بزياده الاسعار. لا لا الحمد لله الحمد لله. عايز اقول لك ان في اصلا يعني مش عايزين برضه نخوف الناس موضوع الزيادات طبعا. يعني كل شويه بنسمع عن الزيادات اكيد، بس خلينا ما نتعبش بعض ونوجع دماغ بعض. هو ان شاء الله الحمد لله الاسعار مستقره لحد 30/9 الحمد لله، حتى لو حصل زياده، وده اللي احنا شايفينه اصلا. تمام. من 3/9 او من قبل الشهر بس. طبعا اعلنا عن الخصومات اللي احنا هنعملها، سامعين بزياده. تمام. فعلا بدات ان في قوائم للبطاطين، الاسعار البطاطين تبدا تنزل، وفي شركات بدات تزود. تمام. بس كل الاسعار دي طالما خلاص عملنا العرض وهيكمل معانا شهر، هيكمل بال 30 يوم بنفس الاسعار. ال 10% مستثنى من الثلاث عروض اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي 19650 تمام، 24 و29900، عشان بس يبقى احنا في مصداقيه. العروض دي معموله من زمان فعلا، دخل عليها زيادتين ما اتعملش عليهم اي زياده، وكملنا بيهم بنفس الاسعار. امانه ومصداقيه وتشكيل وسعر ومكان محترم ما شاء الله. العروض اللي بتتعمل اللي احنا عاملينها وشغالين بيها دي النهارده، يعني بدون يعني عايزين نقول ان في اتعملت وبتتباع باربع خمس تلات زياده في المحل. ايوه نفس العرض ومش بنفس قوه البراندات، ما بتلاقيش العدد ولا بتلاقي البراندات. الناس تقول لك ما حدش هيلاقي العدد ده كله. احنا يقعدوا يعملوا فيديوهات يقولوا براندات براندات، ما يعرفوش حاجه عن البراندات. اللي عايز يعرف البراندات صح لازم يجي عند مول الشناوي عشان يشوف الشغل ويعرف. يا جماعه في وشات النهارده اسمها شعيرات بتتعمل في السوق، وبتنزل بسعر وطقم سيخ كويس، وتشوفيه زيه زي طقم القطن. ايوه بتوه طقم ب 200 جنيه، وناس تقول لك ده ب 300 و350، ودعا لغلاء الاسعار، وان الناس بتزود الاسعار واحنا بنقلل. لا يا جماعه ده طقم شعيرات، هنوري لكم احنا عاملين فيه الاربع تطقم والخمس تطقم ب 1000 جنيه. عاملين نقطهم ست تطقم مشجره ب 1000 جنيه. تمام. العروض دي موجوده وهتنزل معانا على القناه وهتشوفها قريب. تمام. فاحنا بنقول لا، احنا بنعمل العرض فعلا يفيد العروسه، يفيد ست البيت، تاخد فعلا حاجه يعني تحكي بيها سنين قدام. طبعا. تمام كده؟ دي فوطه العلياء طبعا هتملك ده معانا كمان فوطه العلياء اربع فوط. شغل دانتيل او جوبير تقريبا، ده ايه؟ فوط جوبير. جوبيره وطايره كمان، خلينا نفتح لك من واحده بشكل. لو سمحت انا كنت عايزه اقول لك والله. احنا نفتح براحتنا مش مشكله. شوفي يا باشا ما شاء الله مقفوله. اللي جنبها دي مفتوحه تقريبا. ماشي. صوت جري شيكه برضو. انا عايزه امسك الفتله بتاعتها كده. شفتي الورقه بتاعتها؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميله جميله جميله. شايفين الشغل؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الشغل عامل ازاي؟ قطعة محترمة جدا طبعا، البيج شياكة. شايفين الشغل يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. لا بجد الله اكبر، يعني شغلك لا يعلى عليه. رسومات طقم سرير. ما شاء الله. بصوا يا جماعة بجد الشغل محترم جدا. معانا طبعا فوط شركة مصر. دي اربع لا لا غنى عنها، دي اي عروسة لازم تجيبها كده وتشيك دولابها بيها وهتستريح فيها جدا. بصوا كمان الالوان الجديدة. هي دي بتتباع الابيض منها.
معمول منها الالوان اهيت، يعني عايزه الفوط اللي هي الاصليه بتاعت غزل المحله اللي تكتبها موجود معانا اهو، سودي اكوا طبعا مكتوب عليها غزل غزل المحله. المحله اه ما تمام شاء الله كده، تمام. يعني دي الاصليه يا جماعه. العرض كله من اول قطعه لاخر قطعه صدقوني ما شاء الله ولا قطعه هتزعلكم، كل القطع ما شاء الله كويسه قوي. دي 60 ولا 50؟ اتنين، حطينا 52 اه وحطينا 62. 62 ما شاء الله. بصوا شايفين دي اللي هي الفوطه الساده، طبعا احنا حطينا اربعه ساده، خامه ومقاس وتشكيل ما شاء الله. احنا لغايه دلوقتي ولا حاجه عرضناها مش براند، كل ده لغايه دلوقتي من بدايه الفيديو لغايه دلوقتي براندات يا جماعه. الفوطه كلها كده 36 فوطه ما شاء الله، حلو قوي. اه الاوضه الكبيره، كل ده الاوضه الكبيره. طبعا حاطين فوطه المطبخ. ايوه بصوا دي صفرة. دي كده بالظبط، دي مناديل للسفره، دي فوط مطبخ كده، دي قمر قوي. ومعانا دي فوط مطبخ فيها شغل كروشيه بقى، بصوا حاطين ده شغل كروشيه كده، فواكه وحاجات حلوه قوي. حاطين برضو الفوطه اللي هي التواليت دي، دي تواليت ولا دي مطبخ؟ لا دي مطبخ معذره، مطبخ تمام. حاطين اتنين تواليت تانيين، حاطين طبعا ديوريل، بصوا دي كده الدرج دي اه تمام كده تمام. وحاطين واحده تانيه اللي هي 12، اللي هي ال 12 تواليت اه تمام كده. يعني معاكي 18 فوطه يعني تواليت، ومعاكي كام مطبخ؟ ده اتنين مطبخ اه، معاكي علبتين مطبخ، ومعاكي علبه سفره، حلو قوي. ومعاكي بشكيرين، بشكيرين طبعا مش اي بشكيرين، سامو تكس ونيلي اه. لو حابه اخدهم الاتنين نفس النوع مفيش مشكله براحتك تمام خالص، ولو عايزه تغيري الالوان غيري الالوان تمام. بشكيرين علبتين فوط اطفال، بصوا علبتين فوط دي ثلاثه ودي سته اه، وعلبه ثانيه مطرزه مقاسها 50 في متر. طب ما شاء الله شايفين يا جماعه الشغل، 50 في متر يعني تستخدميها زي 50 في متر زي الفوطه الكبيره ما شاء الله، حلو قوي. البرنس طبعا الدبل، بصوا بقى الاثنين مع بعض منعيني اه، دايما دايما بتشتغل في منى عيني، برنس محترم وسعره مناسب قوي طبعا. المتاح عندنا طبعا برانس السروجي، عندنا برانس سيجما، عندنا برانس ساموتكس، كل التشكيل موجود يعني تمام. طيب ده كده بالنسبه للجزء بتاع الفوط خلاص، ايه شكرا فيه ما شاء الله، كفى ووفى يعني مول الشناوي كده الفوط خلاص. نيجي بقى للقطن السراير الكبير، دي مطبخ برضه سيبنا نعرضها اهي، دي يعني احنا معانا كده تقريبا ثلاث علب مطبخ كده، يعتبر علبتين ولا ثلاثه؟ احنا معانا ثلاث علب مطبخ، ثلاثه حلو قوي. طبعا فوط المطبخ كتير ومش شرط يبقوا في المطبخ، دي السروجي اه. بصوا يا جماعه السروجي اهو، مش شرط تبقى في المطبخ، ممكن تبقى معاكي بره تغطي بيها الفواكه، تغطي بيها مخبوزات، فهي ما شاء الله حاجه عمليه معاكي. طبعا حاطين السجاد الصاله طبعا على العرض، ده دي ما شاء زياده الله على العرض طبعا مش محسوب ثمنها اه، دي هديه من ضمن الهدايا اللي في العرض، دي هديه معانا تمام حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، الهديه كمان بسم الله ما شاء الله الاخر عشان تتبسطوا من الهديه اللي احنا بنقول عليها ماشي، ودي مقدمه بصراحه بدون زياده على فلوس العرض تمام. العرض لوحدها الله يبارك لك 67 كده اه تمام كده. خليني بقى افرك عليكم الكبير الاول تمام سريعا كده. بصوا يا جماعه ما شاء الله احنا عندنا 16 طقم ملايه كبير، 16 طقم كبير تمام. طبعا ده انتر مارك، بصوا انتر مارك ده تقريبا اعلى شغل ما شاء الله، شايفين الشغل عامل ازاي، هتشوفي كل المدرسه. بصوا اعدلي البوستر بعد اذنك، بصوا كل دي ملايات الالوان بتاعته ما شاء الله، وموديلات كتير بقى في انتر مارك، بس احنا ما شاء الله المقاس بتاعها برضو عظمه قوي. بصوا مترين و60 في مترين و80 المقاس بتاعها تمام. يعني بصوا كل دي الوان احنا نفردها، بس خلينا نفرد كام طقم كده سريعا. بصوا ده انت فردت من براند محترم، ده يعني هفرد كله، انا ما عنديش مشكله ان انا افرد كله. بص وعايز اقول لك ان كل الشطوم دي معروضه قبل كده في فيديوهات ما شاء الله تانية. احنا بنمسك مصنع زي شماعه القناه عندنا تحفة. مصنع بنفرد له خامات ومقاسات، وطبعا الناس بتتابعنا وعارفه الكلام ده يعني بواسع شويه بنركز قوي. يعني النهارده مثلا فيديو طقم السرير لمصنع انتر مارك، او طقم السرير لمصنع لوتس، او مصنع الاكسلانس، كل واحد بندي له حقه، وبنفرد ملايات وبنفرد فضيات وبنبسط الناس ونفرجهم عليه تمام. فاحنا بس يمكن مش عايزين نوسع موضوع الفرد النهارده عشان ما نطولش وقت البيت، عشان الفيديو دسم كمان ما شاء الله كله شغل. بصوا مقاسها حلو ازاي ما شاء الله تمام. ده يبقى ده كده طقم اهو، ده كده طقم للاوضه الكبيره تمام. ده اول طقم معانا، احنا قلنا 16 طقم اه، ده طقم طبعا مصروف. الله على اللون، ايه القمر ده؟ بصوا اللون السيمول فاتح، قمر قمر بجد شياكه، شايفين عامل ازاي؟ بصوا ده بجد شياكه حلو قوي، مترين 75 في مترين 40. طبعا الحاجات دي مهمه المقاس اه طبعا اه. دلوقتي نفرز فضاديه، يلا. بصوا استاذ سامح يا جماعه بيفرد لكم الحاجه اللي بتيجي تحت ايده، وبيقول لكم المقاسات، وبيقول لكم اسم البراند ايه، انا لو نسيت هو بيقول ما شاء الله يعني. شايفين الخامه ما شاء الله باينه وهو بيطلعها، حاجه محترمه جدا. شايفين الشغل، احنا بنقصد بس نفرج الناس على ال ما شاء الله اه. مثلا قد ايه احنا كده مش قادر امسكها بعدين، لان مسها كبير ما شاء الله، ما شاء الله كويس قوي، والنار بتاعها طايق، في ناس تحب الحاجات دي قوي. بصوا يا جماعه
شفتوا بقى تأثير، يعني دي لوحدها ركزي بقى على تأثير شغل شغل قصور. انتوا واخدين بالكم انا قصدي ايه؟ ما شاء الله بتفاصيلها يعني الملايه والله لوحدها والله طقم ما شاء الله، تتفرش يعني في ليله الدخله، يعني دي ملايه لو انت مش مميزه. دهنا الشقه ولا دهنا الاوضه دي هتنور لك الاوضه. يغير لك معالمها. لا بجد شياكه قوي، انا شوف الشكل عجبتني عامل ازاي. اول ما فتحتها مش قلت الله، والله جميله حلوه قوي شياكه. ده طقم قصور هو يعني. طلع نفس الرسمه ولا زوجة جمال؟ لا واحلى. شفت الخداديه؟ شفت لا على في حاجات كتير بيبقى الاصل احلى من الصوره يا سامح. والله التصوير والحاجات اللي انتوا بتشوفوها، الناس اللي بتعرض تاخد عرض ده في الصوره. لا انا قدامك دلوقتي كمان هنا أحلى من البوستر برضو. احنا شغلنا ما شاء الله، يعني دايما الناس بتاخد مننا العروض الشحن، دايما بنقول لها الحاجه مكتوبه على الصور في الفيديوهات الطبيعه احلى منها. تمام. الحاجه بتوصلهم هناك ما شاء الله، يعني على كم الفرحه والسعاده اللي بتخيلوها حقيقي. والله مش متخيلين ان الحاجه توصل بالجمال واحلى من اللي احنا شفناه في كل مره وفي كل فيديو بفضل الله يعني. ويمكن الناس بتقول رسائل بصراحه في حقنا، يعني الحمد ربنا لله يبارك فيهم. الحمد لله بنشكرهم طبعا. انا كمان اقول رايي في يعني انا كشيماء وبصور شغلك الله اكبر عليه، وانا بحب التصوير معاك لان انت شغلك باسعارك مش بلاقيها في حته تانية. ربنا يعزك، دي شهاده لازم طبعاً اقولها طبعا. ونعمل علشانها دايما. واللي بحبه بصراحه ان اي حاجه بجيبها من هنا من عند مول الشناوي، والله والله كمان مره احلى حاجه. الحمد لله. انا باخد الحاجه وبستعملها، انت دايما باخد مننا على طول تحفه والله يا سامح. والله بجد انا بكلمك من قلبي والله، الحاجه لله. فعلا غسيل وفرش فعلا، فالحاجه بتاعته الله اكبر عليها. تاخديها وانت مغمضه، انا بقى مطمنه جدا وانا باخد اي حاجه، لاني بقى مستريحه كمان في المعامله معاك. دي تفرق كتير قوي. تسلمي طبعا، وده مع الناس كلها والله، مش معاك الا واحد جوزها جمال. تسلم. كل الناس وكل الناس اللي بتجي لنا ضيوفنا من كل المحافظات على عيننا من فوق، واحنا بنتشرف بوجودهم. عايز اقول لك ان احنا بتحصل علاقات والله وصداقات على المستوى الشخصي. أيوة. مع ناس محترمه وناس احنا يعني ربنا يبارك، ربنا يحبب الناس فيك فعلا يا رب. من النت طبعا حاجه كويسه قوي وحاجه ايجابيه. الله يخليك. والله بيعرفنا على ناس يعني فوق الوصف، الحمد يعني لله. ناس ايوه مش موضوع ان هو شباع وشر وخلاص وانتهى، بالعكس. ايوه معرفه ودايما. لو عايز اقول لك انا في ناس يعدوا بس كده صباح الخير يبعتوا لي رساله، والله زي العسل. ففعلا الواحد بيعرف ناس كتير كويسه وبيضه من جوه، يعني الحمد لله على دعمهم وعلى كلامهم الحلو الحمد لله. اللي بنتمنى لهم دايما الخير في كل اللي بيقولوه، وان شاء الله دايما هنبقى على حسن عند حسن ظنهم واحسن دايما من الاول يعني ان شاء الله. تمام كده. طيب احنا كده ده تاني طقم. ده كده طقم النسور. ده تالت طقم اهو. شفت الجمال بقى يا استاذ شباب بتاع الفحلي؟ الله الله. بصوا البوستر الملايه عامله ازاي بتفاصيلها من تحت كده. طيب بصوا على الطبيعه بقى ما شاء الله. المقاس ده كام في كام؟ مش شايفه. 240 في 260. تمام. 240 في 260 باين هنا تحت يا استاذ شباب. تمام شفتها. حلو جدا بسم الله ما شاء الله. طبعا في الوان خاصه زي اللون اللي قدامنا ده، ما بيبقاش متكرر كتير، لكن انت في ايدك تجيبي كل الالوان اللي انت عايزاها. تقريبا في كل موديل عندنا 12 لون ولا اكتر؟ يعني اقل حاجه 12 لون. اقل حاجه 12 لون. اقل حاجه 10 تلوات. في عندنا موديلات بفيها 10 تلوات. تمام. بيبقى مركزين على الالوان بقى اللي هي الخاصه شويه. شفتي بقى استاذ سامح بيتعمد يفرد لنا النهارده الخداديات، عشان احنا بنتكلم على براندات واساس البراند المقاس والخامه، فبيفرد عشان يوريكي الخداديه كده والدنيا عامله ازاي. بصي يا ما شاء الله جمال الشغل عامل ازاي. ده طبعا طقم التلاوي وغني عن التعريف، مصنع كبير من اكبر مصانع بيهتم بتقفيله وبنظافته. مقاس الخداديه زي ما انت شايف، هتلاقي خداديه موجوده ما شاء الله. تمام. ولا تلاقي فتله معديه ولا الكلام ده، تطريز وجبير وخامه ومقاس، حاجه محترمه. مقاس الشغل زي ما انت شايفها كده. تمام ما شاء الله كده. شايفين. وطبعا كل طقم هتلاقي نفس اللي احنا بنفرده، نفس اللي على البوستر، وهتلاقي نفس اللي موجود جوه. تمام. ده كده ثالث طقم. قلنا 16 طقم ملايه كبير، والشحن العرض النهارده مجانا. ايه ده، وريني القمر ده. ده تاج. بصي الله الله الله، ايه الشياكه دي؟ شفت المنظر عامل ازاي؟ حلو قوي. بصوا ده طقم يقول لكم صباح الخير كده، عارفين انتوا مش محتاج يتفرد كفايه. والله الصوره بتاعته كفايه. بص على الطبيعه. خطير. خليني اقول بس حاجه اخدت بالي منها، ان هو كله اساسي نفس اللون، هي الورده اللي لونها بيتغير صح؟ بالظبط. برافو عليك. الطقم ده فعلا نفس الرسمه، بس اللون النقشه فعلا هو اللي بيتغير. تمام ما شاء الله. تمام طبعا. ده تاج يا جماعه. ده بقى ايه؟ ديوريل. ديوريل. طيب بصوا طقم محترم وما شاء الله من المصانع الكبيره اللي دايما بتبهرنا بشغلها. يعني شفت الشغل على الطبيعه عامل ازاي؟ انا والله نفسي بنصور الشغل، عينينا مرتاحه واحنا بنشوف. نفسي افرد كل الاطقم والله يا زلمه. انا عارفه والله ما شاء الله. اضيع الوقت بس. ما شاء الله. ارجعوا يا جماعه للفيديوهات اللي قبل كده، تلاقي كل الحاجات دي مفروض عليك. تحسوا ان انت عينيكي مرتاحه وانت بتتفرجي، مفيش اي حاجه مزعجه. تقدري تغيري الالوان زي ما انت عايزه لو مش بتحبي الاصفر طبيعي. بصوا ما شاء الله حلو جدا. بسم الله ما شاء الله. سبعاوي. ما شاء الله. تمام كده. ما شاء الله. طيب معانا كمان لوتس ستون برده موجود معانا. شفتي بقى الحاجات اللي التطريز اللي منه فيه بقى، الحاجات اللي هي الهاديه والرايقه، والوان واخده مع بعضها، يعني درجات الكافيهات مع بعضها. هو يا دوب فتله جراي كده وبرده مشيكه الدنيا جدا. بسم الله ما شاء الله. شايفين الموديل عامل ازاي؟ تمام.
مزايا طبعا. طقم مزايا ده من الاطقم المحترمه قوي، والموديل ده ناجح جدا، عملي وفي نفس الوقت شبيهه منها فيها، بيدي شكل جميل قوي في الفرش. بسم الله ما شاء الله. طقم ده تحفه يا استاذ شيماء. تمام، بصوا لي كرانيش بعد اذنك. نفس المنظر بالظبط، بصوا لي كرانيش وشغل برده تطريز ما شاء الله. طبعا مصنع كوتلاين برده، مصنع جميل قوي. ايه الموديل القمر ده؟ شفت مهتمين برضو بالحاجات اللي هي التطريز اللي هي منها فيها، وليها كرانيش. وليها كرانيش وشغل بليسيه كده من هنا، وتطريز برضو وحاجات شيكه. تمام، الرسمه بتاعت الجامعه الطبيعه. احلى والله، يعني ما شاء الله الطقم ده في الفرش هيبقى خطير، ومقاسه برضو محترم. احنا لغايه دلوقتي المقاسات كلها كبيره، تفرش معاكي سراير 180 كل اللي عدى ده. ده عامله زي المفرش دي، ده بص الشغل بقى. طبعا احنا بنحب نحط الحاجه اللي هي البسيطه والسمبل، دره المنزل، وبنحب نحط حاجه مطرقعه كده برضه، دره المنزل. مفرش سرير 240 في 260. الحاجات دي يعني ممكن تتفرش في عيد جوازك، في عيد ميلادك، حلو، في راس السنه، يعني الحاجات مختلفة. اللي انت تحبي ان انت تحطي حاجه مميزه وملفته وفي نفس الوقت قطن بالظبط، ولو كلها في منتهى الجمال. جميله ما شاء الله. ده مصنع دره المنزل برضه ما شاء الله، مصنع محترم جدا. طيب لوتس هوم معانا برضه، شغل الله شيكه. عايزه بس الفت النظر لحاجه، هي هنا في العلبه بيبقوا مطبقين على الشغل اللي في الملايه، لكن الملايه الاساسيه قدامك اهي، انت متخيله الرقه يعني وقمه البساطه اللي فيها. جميله ده كده، الخدادية اللي هو سحبها دي. تمام، شفتوا يا جماعه الشغل الجوبيرة عامله ازاي منها فيها؟ طبعا بصوا المقاس عشان تغسلي باينه من قبل ما تفرد، والعروسه تغسل زي ما هي عايزه ما شاء الله. بصوا المقاس، شفتوا المقاس الخدادية محترمه جدا جدا ما شاء الله. شفت الشغل هنا طاير وقطن معاكي ما بيوبرش، حاجه محترمه جدا. يعني ايوه باينه ما شاء الله. طاير هنا اهوت، بصوا شايفه الشغل عامل ازاي. طبعا مستورده، مش اي حاجه، مش اي خامه بتتحط يا جماعه، هو مهتم بالخامه بتاعته، القطن العمريه حاجه محترمه جدا والله. يعني من طول القماشه فعلا تيل الاصل بتاع العمريه، جميل. فمش هيهتم بالقماشه ويهتم بالمقاس ويرجع يقلل الخامات. لا، بتلاقي المصنع المحترم محترم في شغله وفي تقفيله وفي نظافته. شفت المصنع عامل ازاي يا استاذ جمال؟ جميله. طبعا احنا بنشكل لك في الالوان، وبرده ليكي حريه الاختيار، وبتوصيف مع اداره المول هنا بيجيب لك كل حاجه. الستات الشاطره وستات البيوت الشاطره اللي بتبقى عارفه تفاصيل الطقم وتعرف الطقم الحلو من الوحش، ده لسان الخداديه ما بيخش عشان ما يبينش الخداديه بالظبط. شفتوا يا جماعه الحاجات دي مش يدوب ثانيه صغيره، لا بتبقى او تتساب كده، ايوه تتساب لوحدها، تلاقي الرسم هنا كده. والله بلاقي يا استاذ سامح هنا بتبقى دي مثلا لغايه هنا، أيوة، يعني عارفين بتاع 2 سنتي طبعا الخدادية بتاعتك هتبان، لكن هنا ليها جراف محترم. لحد فين؟ عشان مهما الخدادات اتحطت ما تبانش، ما تطلعش بره ويبقى شكلها مش حلو. المصانع الحلوه اللي هي بتهتم بالتفاصيل الصغيره، تمام. كل المصانع بصراحه اللي شغاله معانا من لازم تاخدي بالك من التفاصيل الصغيره دي عشان ما حدش يضحك عليكي، تبقي واخده حاجه. الله بقى الله بقى، المنتو وشيكته بقى الزيتوني ده قمر. بصوا الملايه عامله ازاي، عرضنا طقم وحش لحد دلوقتي يا شيماء؟ لا والله، مصنع اوليفيا ده مصنع ما شاء الله، كلهم اخدهم زي ما هم كده على طول، شغله كله تركي، يعني ما رجعتش والله ولا ورا سامح. الحاجات دي لو هاخدها هاخدها زي ما هي، انا بعمل لكم زوم على المقاسات. بصوا الموديل ما شاء الله حاجه محترمه جدا. تمام، 16 طقم ملايه كبيره، عدوا بقى شوفوا العنادي وشيكته. ده مصنع بيور عليه شهادة ضمان خامات العمرية، شهادة الضمان ان هو بيوبرش ما بيبهتش الكلام ده. شايفين شغل جوبير وشغل بليسي، ده لون عنابي وتطريق وكرانيش كمان، عشان يمكن يبان في العنابي، لان ممكن يبان في الكاميرا مبيتي، بس ده عنابي من الالوان الخاصة اللي هي الالوان المحترمة قوي. تمام، يعني عايز اقول لكم يا جماعه بنحبه اكتر من الاحمر. النهارده العرض بقى ليه الالوان الخاصه دي بقى، والعنابي بقى عامه بقى عليه اقبال اكتر من الاحمر. العنابي، النبيتي، الاسود، بالمناسبه برضه حاطين طقم اسود، وروني كوات عشان نكمل لكم بسرعه. حاطين اسود؟ ده اسود ستان اهو، طبعا متاح منه الاسود والنبيتي. يزعلك يفرش له الاسود على طول. في العروس بتحب طبعا، ده طالع موضه، في منه النبيتي، وروني النبيتي يا احمد منه، في منه طبعا الكافيه، في منه العسل، كل جود. مصنع جود اساس الملايات الستان، يعني بصوا بقى ولا كلمه ولا كلمه بجد. ناس سالوني يا شيماء انت بتقولي ليه للملايه الستان للشعر الكيرلي، الناس اللي شعرهم كيرلي هم عارفين انا بتكلم عن ايه. تمام، دي احنا ما نعرفهاش بقى، بس هم ممكن هم عارفين. شوفوا يا جماعه ده اللونين منه موجودين، هم اللي عايزه ده تاخده واللي عايزه ده تاخده. ده نبيتي، عارفين ان بيتي الشياكه بالظبط، ده درجه النبيتي بتاعته اللي هي الحلوه. حلو قوي ما شاء الله. حاطين طبعا الله يبارك لك سرير مشجر كده، طقم ستان معانا اسود او اي لون انت تحبيه معانا، كمان مشجر، مشجر اللي هو سول. اللي هو بصوا يا جماعه من احلى الاجواد، من احلى الخامات اللي هي القطن العمريه. بصوا يا جماعه الطبيعه الطقم عامل ازاي، شوفوا الخامه بتاعته ازاي يا جماعه، مش اي طقم يا جماعه حاطين، ده طقم المشجر بتاعتنا. هتفرده؟ نفرده، نحب نفرده ونفرده. أو النبي بصراحة، عشان الملاية دي شكلها صباح الخير قوي. بسم الله ما شاء الله. ده للأوضة الكبيرة، ملاية للأوضة الكبيرة.
حلوه. دي الخامه اللي هي يا جماعه اللي هي القطن خداديه ساده، حاجه سيمبل ما في الله الله الله. القطن الناعم خالص البسيطه، الخامه تحفه خفيفه كده عارفين، ما تحرش، جميله قوي. السرير الكبيره كلها اهي ما شاء الله. تخيلي بقى كده الملايه معاكي ما شاء الله، والخداديه والشغل ده بجد حاجه شياكه قوي. معاكي الوان كتير منها وموديلات. هفردها لك ثاني كده شيماء، ايه رايك؟ الملايه نفسها؟ اه ايه رايك؟ عادي فردها. ماشي. عندنا منه رسومات كتير قوي، اكتر من 50 رسمه. ما شاء الله ما شاء الله، ده مقاسها. طب والله ما توقعت المقاس ده. افرد يا احمد ايدك كده طلعه فوق. والله انا ما توقعت المقاس ده، ده مقاس يفرش سريري، ده انا ما بلاقيش مقاس لسريري. لا ده 240 في 260. جميله 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 حلوه. ما شاء الله. 240 في 260 صافي. اه يعني اكبر مقاس ملايه يعتبر، ما فيش حلوه. ده 280، ده 180 يا جماعه. ده 240 جميله. في 260 صافي، مش كلمه بتتقال او خليني اقول ان انت حتى حاطط المنقوش شياكه من اوله لاخره صدقيني. اه المنقوش شياكه، مش حاطط وخلاص. اه كله الحمد لله كويس. اه ما شاء الله. طيب هو تكوين الطقم ده خداديتين وخداديتين وكيس مخده، اربع قطع كيس مخده. اه تمام. نيجي بقى نبص على الاطفال. حلو قوي الطقم ده، معانا اشكال كده برضه، اشكال كتير اختاري ما بينها. نيجي بقى بالظبط لطقم الاطفال. الجمال ده تاج اهو، شفت منها المنت جوه قمرين بجد خطيره. يعني عايز اقول لكم احنا احنا بنشوف الوان جميله، دايما بنراجع الالوان. مترين في مترين و40 بزميلكم، ده مقاس اطفال يعني انا ممكن افرشها على سريري عادي جدا. ده كده واحد في الاطفال. تغيري مودك كده وظبطي نفسك على طول. الله. بصوا ده اكسلانس، ده اكسلانس طبعا اللي هي موديل شبابي. مترين برضو في 240. طبعا طبعا الله عليك الله عليك. عليك لوحه فنيه يعني. بصوا الملايه تطريز، ده كل الملايه ولا الكنار؟ الكنار وكرانيش. بتاع الملايه وكرانيش اهو يا جماعه، دورين كرانيش وتطريز. بصوا يا جماعه مش اي اطقم حاطينها يا جماعه، ركزوا في تشكيل الاطقم وفي تشكيل الشغل. مش اي اطقم حاطينها، كل البراندات وكل المصانع حاطين لك عدد، وحاطين لك مصانع كبيره ومشهوره. اوعوا تتجرم للعدد الكبير او للاسعار القليله. ما الطقم من ده بقيمه 4 أو 5 من بره. انا باكد قوي على الاسعار القليله دي، لان انا شفت بعيني عرض مرصوص، رحت مكان وكنت يعني بتمشى عادي وشفت عرض مرصوص بتفرج، خامات رديئه جدا. بيتقال لنا الحاجات دي، فاللي هو ما انا مش هفرح بالله ده عدد مش عارف ايه، الله ده سعره الحقه، ده سعره كذا، ده حلو. لا ما انا لازم اجيب حاجه، ما انا هجيب الحاجه هجيب غيرها بكره. والناس كتيره بقت عارفه الكلام ده. يا جماعه فعلا الناس بقى عندها زي ما قلت لك كده بعد نظر للحاجات دي، وعارفه الطقم الحلو من الطقم الوحش، وعارفه ان أيوة. ممكن تقلل في العدد وتاخد حاجه كويسه في سبيل انها ترتاح بعد كده. بس كده كلمه ابرك من 10. انا اقلل في العدد واجيب حاجه تعيش معايا احسن ما اجيب عدد كبير وبسعر قليل وهضطر ما فيش شهر ولا اتنين وعايز اغير. بس انا مزود لها العدد كمان اهو. لا انت ظابط يعني الدنيا. مش لا هو بصراحه ده العدد، احنا عندنا في القاهره ده العدد الصح. في الايام دي ايام صعبه، والزيادات النهارده فعلا محدش يطاقها. يعني النهارده العروسه ما بتجهز عندها كذا باب، الاضاءات المنزليه طبعا والاضاءه الكهربائيه، وكل باب تقيل يعني حاجات كتير. كل باب تقيل والله يا جماعه، احنا النهارده بقى رقم. فاحنا برضه حاطين لها العدد اللي بيجيب حاجه ما بيصدق ان هي اتشالت خلاص. انا عايز اقول العدد الحلو يعني النهارده ما فيش 16 طقم كبير و10 طقم اطفال وبطانيتين في العرض. خلينا نقول العدد في الاخر، بس خلينا نكمل بقى بيت الملايه. حاضر يلا. احنا عاملين عدد برضه بس سبعاوي كمان في الاطفال. بس سبعاوي في الاطفال. وبص الرسمه بتاعته، الله الله ايه ده الجمال ده، احدث اصدارات واخر اصدارات لشركه الشركات المفروشات. اللون ده اللون مش باهت، انتوا عارفين البينك الهادي مش باهت. الله كده. ومصنع السبعاوي برضه، مصنع اليونيكورن. واو، وهنا اللوتس برضو موجود معانا واليونيكورن بارز. تمام فعلا بارز هنا، لو تاخد بالك على الطبيعه كده تلاقي الورده بارزه. كده. ودي رسمه ثانيه اهي في توب تكس. الله توب تكس هو خطفها. انا لو ما قلتش براند سامح بيقول خدوا بالكم علشان الحاجات دي بتفرق قوي. طبعا مصنع غني عن التعريف، والناس من اللي بتتقي ربنا في شغلها، اكبر المصانع طقم السرير الموجوده في المحله طبعا. ده طقم سرير اوليفيا، هتدخلي برده في الاطفال. طيب. ده من مقاسهم المجسمه. شفت منظر القماش على الطبيعه زي جماعه باينه ما شاء الله. يعني شوف الحاجات دي مش سهله يا جماعه، القماش بيتعرف من الشكل شغل مجسم من غير ما تمسك الخامه، تحس ان الملايه طالعه من مكانها، التطريز اللي عليها طالع كده. احنا كل ده بنعرض في الملايات، كل ده بنعرض في الملايات، لسه ما خلصناش طبق كبير. جميله دي، حطيناها شباب حلوه. تمام. ايه ده اطفال، انا نسيت اطفال. ده اطفال، اصل كمان البوستر السرير لا لا هو اطفال سريرين مع بعض، هتلاقي هنا 6 قطع اهوت. بصوا مترين و42 هو، بس عامل لك البوستر كبير، بس هو على الطبيعه اطفال. تمام. مع بعض نفس الرسمه اللي على البوستر احنا شايفينها دي. تمام. اخر اي طقم اطفال معانا 6 قطع. اخر ايه؟ اخر ده كل الرسومات دي اخر اصدارات للشركات المصنعه. تمام. يعني ده اخر الرسمه دي اخر اصدار شركه ديوريل في الموديل الاطفال، حاطينها لك. حلو يعني عم. العرض فعلا ما بنقول النهارده عشان عرض 23، لا النهارده العرض ده فعلا 25. من جمال المنتجات وجوده الحاجه اللي فيه وقوه الرسومات، فعلا العرض ده فعلا يستاهل ان هو يبقى عرض قوي، عرض كبير. تمام. حطينا ريش نعام في الاطفال.
ريش نعيم بقى، حلاوه ريش نعيم. بصوا ملايه يعني حاجه عظمه، شفت رسمه شغل على الطبيعه بارز برضو. اه وعندك الوان كتير، يعني انا كنت بتمشى جوه على ما يرصوا العرض في اوضه الاطفال والاوضه الكبيره، بصراحه كل الشغل ده فيه منه الوان كتير جدا والوان حلوه. بسم الله ما شاء الله. ده اطفال؟ آه ده المنقوش بقى، ده المنقوش. بص الملايه عامله ازاي وخامتها باينه دي من غير ما تتفتح بقى، ما شاء الله خامتها باينه. الله على الرقه والشياكه، بصوا حلو قوي. تمام، شفتوا الشماعه الطبيعه عامله ازاي؟ ده اطفال يا جماعه، ده 6 قطع بلندا ام تي ال. اه اه 6 قطع اطفال اهو، مقاس الملايه بتاعته 200 في 240. تمام، وده اطقم اطفال اللي هو اخر حاجه بقى اللي هو برده سود. ده الاطفال برده اهو، شوف على الطبيعه. ده اسود ولا كحلي؟ ده اسود ما شاء الله، يعني اسود او بترولي غامق، هو غامق درجه هو غامقه كده. طبعا الالوان كلها موجوده، كل الالوان. تمام، احنا برضو بنجتهد يعني، في هات لي كده لون ثلاثة منه. تمام، يعني احنا بنجتهد في الالوان، برضو بنحب ان احنا يعني ندلع الفرش كده. تمام، وبرضو يا جماعه في النقطه المهمه قوي ان احنا ممكن نعمل العرض ده يعني مش ممكن يطلع العروسه والعرض الثاني العروسه، ممكن الالوان والتشكيل يختلف ثاني. تمام، يعني حاجه كويسه برضو مميزه، مش لازم تاخدي نفس الالوان. اه فدي حاجه برضو بتسهل عشان ما يبقاش كله زي بعض. اه يعني انت لو عندك عروستين بتجهزيهم وهتجيبي، فانت معاكي ان انت هتقدري تحركي العرض براحتك. عايزين عروستين، اثنين اخوات او واحده وبنت عمتها او بنت خالتها، وبنتحط في الموقف دي. تمام، رحلات احنا جالنا قبل كده ما شاء الله، رحله من الفيوم ما شاء الله، عرايس مع بعض ما شاء الله. ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يبارك ويزيد يا رب. يعني احيانا في ناس بتحب تاخد زي بعضها، وفي ناس بتحب تختلف تنوع. ده معنى كلامك ايه؟ ان احنا مكان تقيل ليه وضعه في السوق، ان احنا بنوزع على تجار الجمله، ان احنا عندنا تشكيل كبير يفرش لمحلات، فطبعا يفرش عروسه واثنين و10 و100 كمان. اصلا تجاري يعني. اه طبعا الشناوي اصلا من يعني من سنين وهو معروف، ده تخصص مفروشات جمله، توزع وفرش محلات. طبعا زبون الجمله او تاجر الجمله اللي انا اعرف محلات بعينها بياخدوا من الشناوي، ومحلات بعينها انا عارفاها. الحمد لله دايما بنحافظ على موضوع الاسعار عشان الناس بتاخد، نحافظ عليها نديهم برضو حقهم. احيانا بيجي لنا ناس بتبقى عايزه تاخد طقم سرير، مش معنى كده انها ما تكسبش، تاخد بتيجي طبعا مصاريف وتعب، عشان كده ما بنقولش في يعني في فيديوهاتنا العاديه اسعار الحاجه، لان برضو الناس بترزق من ورانا. احنا ممكن يا استاذ هشام الناس كلها يعني المول قد مره ومرتين لو احنا حبينا نقول الاسعار. افتكر سعر العرض باين السعر بتاع الشغل اللي عامل ازاي في المكان، فتعالي وما تخافيش. دي مهم قوي موضوع العرض. اه انا بقول لك تعالي وما تخافيش، انا نفسي باخد شغل من هنا، اختي بتجهز ولادها من هنا، فخدي وما تخافيش. الشغل خامات حلوه قوي، بتاخدي الحاجه وانت مطمنه ومغمضه بجد، ما تخافيش من اي حاجه، وتعالي بقلب جامد يعني، جمدي قلبك كده. انا باخد من هنا، انا بقولها لك كذا مره اهو بجد، وطبعا استاذ سامح عارف، اختي بتاخد جهازها كله من هنا، وانا بحب بجيب حاجه في بيتي بجيبها من هنا. ما شاء الله، ربنا هي زمان بتتفرج علينا ما شاء الله، طبعا من جاتنا المحل اكتر من مره. مبسوطه طبعا بحاجتنا، يعني كفايه كان كلامها لينا يعني، ربنا يبارك حقيقي والله. ما شاء الله يعني عليكم. طيب ده كده المنقوش الاطفال. اه ده شفت الرسومات، ده كذا رسمه، هو طبعا واحد بس اللي محطوط، هي جنب يعني البلاد تحسها نصين، نص اتنين في العرض، بس انا بوريكي كذا لون تاني ان احنا ممكن نبدل. اه ده في الاطفال، ده في الاطفال. اه اصل انا وريتك اللون الاسود هنا، اه ده الناس اللي مش عاجبها اللون ده في الوان تانية طبعا. عندنا اكتر من 50 رسمه، انا وريتك بس 3 4 طقم. شفت الالوان يا استاذ هشام؟ اه كل دي اشكال في التبديل. اه طبعا، اه ده البوستر اهو، ودي يعني هي لينا طقم واحد ولا اثنين في ال اثنين مشجرين، اثنين مشجرين. دي الاشكال اللي احنا شفناها، هم ال 10 8 مطرزين واثنين اللي مشجرين. حلو قوي، احنا خلصنا لوت كبير واطفال. حلو، خلصنا العرض ولا لسه في حاجه تاني؟ لا لسه ما خلصناش العرض، بس انا بوريت كده الاطقم بس السريع. تمام، يعني كده كبير الاطفال خلصوا، ما شاء الله كبير. العرض كبير 10 اطفال. انا تعبت، عايز اقول لكم ما شاء الله يعني. احنا بنستمتع معاكم والله، مبسوطين فعلا ان احنا بنعرض ال، وانا بحب التصوير معاك، والقناه مفروشات الشناوي طبعا ده شرف لينا يعني، الله يخليك. فبننبسط قوي احنا بنعرض الحاجه الحلوه للناس وبنبسطهم يعني بيها يعني. الحمد لله. ده موديل الكوفرتا. أيوة، التركي كياني طبعا، قلب النت على النت، الكوفرتات اللي هي مع اطقم سرير دي. أوه، طبعا منها رسومات كتير، عندنا قسم كامل ده للتركي. دي خامه الملايه، خامه اه طقم السرير. الله الله الله، تحسوها فيها شغل كده، شغل تحسيه وهي قطن ما شاء الله. بصوا التفاصيل الصغيره دي بتفرق، ما بتبانش بقى الا في الفرش. أوه، عشان كده بقول دايما الحاجه على الطبيعه بتبقى احسن من وهي متطبقه. جميله. تمام، جميله 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 ما شاء الله. تمام، اخش لك بقى على كوفرتات الفايبر. بص بقى انا ده احنا لسه عندنا الكوفرتات، صحيح انا نسيت، لسه ما خلص. اه ما شاء الله، ده جلوريا ولا وينزي. بصي ده كده معانا كوفرتا للاوضه الكبيره، شكلي بقى من جلاليا ولا ويندي زي ما انت عايزه، حتى لو عايزه ساده. طلع لي احمد الطقم السرير كده او السوداديه. بص وهنا هنا الكوفرتا ليها كرانيش رفيعه من على الطرف، يعني انا حاسس ان انا ما فردتش، بفرد لكم كل قطعه من كل حاجه، وحاسس ان انا ما فردتش يعني، نفسي افرد لكم كل قطعه من دي. ده الكوفرتا عامله زي ما تكون قطيفه، مشبحه كده، عامله زي ما تكون قطيفه. بصوا شمال الكوفرتا على الطبيعه عامله ازاي، المقاس ده، دي كوفرتا لويندي يا جماعه، ده المستورد كوفرتا جلوريا لو تسمعوا عنها. اه معروفه طبعا. ده الظهر بتاعه اهو، وجريب
وجريب عكس بعض كده جوه. تمام تمام ده ما الكوفرت شاء الله. ده الكوفرت والكوفرته الاسفار هي على نفس السدادية الصوره نفسها بالظبط كرتونيه. نفس العصفور. دي كام قطعه بتقول؟ ثلاثه كوفرته ثلاث قطع. الكوفرته دي. دي الاطفال بقى الاطفال ده برضو بتاع كرتونيه. وده الوش. ده الوش اهو وده الظهر. بالظبط. فرانيش هو طبعا الوش من حوالينا. كرتونيه. تمام وده طقم السرير معاه طقمين طبعا. في كل كوفرته فيها طقم زياده. تمام دي كلها بتحسب قطعه واحده برضو ازاي شيماء من حلو ضمن ال 67. يعني هتاخد الحمد لله عرض شامل ووفي. يعني مش محتاج عنه بقى اذا كنت عايزه تزودي بقى في الاعداد اللي احنا قلنا عليها دي. تمام. يعني العروسه اللي بتشحن او العروسه اللي هتنورنا حابه تزود وحابه تتميز بالعدد شويه اكتر من كده. يعني شايف ان العدد ده كويس. لا ما بس شاء الله. الناس بتحب تزود خلاص هي زي ما هي شايفاه. تمام. طبعا الناس اللي بتتفرج علينا العرض ده كبير للناس اللي عايزه تاخد عرض فعلا دسم ووفي. العروض الصغيره موجوده. احنا صورنا عرض 15900 ده موجود. عرض 19650 موجود. يعني احنا عروضنا بتبدا من كام؟ من 15900 طبعا. ما حدش يعني عامل ومش شعبي. لا لا نهائي. انا بقول علشان الاسعار دي لو سمعتوها بره شغل شعبي. احنا هنا عندنا الشغل كله لوكسيات. وتعالي واحكمي بنفسك وهستنى رايك في التعليقات. عرض ال 15900 ده حاجه و30 قطعه يا استاذ شيماء. في ناس ممكن تعمل عرض 40 قطعه بنفس السعر. مش معنى كده ان هو هيبقى اقل مننا. لا المنتجات بتقل طبعا. فاحنا مش عاملين هو اي نعم سعره اقتصادي وعرض وافي بس برضه مش مكبرين العدد فيه لان هو فعلا منتجاته حلوه. طيب نراجع تاني مع بعض والناس ترجع تبص على العروض تاني. طبعا اسعارنا لا 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 نراجع ماشي نقول العروض كلها. تمام تمام كده احنا كده حطينا كوفيرتا كابوتونيل للاوضه الكبيره وطقم كوفيرتا للاوضه الصغيره كمان. ده ايه السوفت؟ السوفت الكبير. الله الله على الشيء. بص فرحة العروسه بقى وزينة السرير اللي بتتفرج يوم الفرح او يوم العيد. بصي يا استاذ احنا طبعا كل ما بنحط الاوفيت المره دي غيرنا نعمل ازاي زي ما احنا عارفين اللون ده شيك السوفت كافيه وفايت وكشمير. كشمير ايوه احنا دايما ميالين للاوفيت بنحب الاوفيت دايما في كل العروض. بس المره دي غيرنا كافيه كده قلنا برضو يعني الناس تشوف. طبعا متاح التغيير طبعا وايت او كشمير او كافيه. تمام وعايز اقول ان احنا في الشحن بالذات نحط الاوفيت ده المبطن التقيل المبطن معاه طقم سرير ان شاء الله. حتى في الاطفال مش حاطين اللي هو الخفيف حاطين التقيل برضه. وريني بص يا شيماء. الله الذوق فارق. الذوق فارق. هتعرفي لما تاخدي تفرشيه حلو احط الاطفال هتعرفي هتعرفي. ومعاهم طقمين سرير وده المبطن يا جماعه خلي بالكم المبطن التقيل. الناس اللي مش عارفه الفرق بين الاثنين المبطن التقيل ده هتاخديه تستفادي منه بعد الفرح. يعني مش يوم الفرح وخلاص ويتعان بعد كده. لا تطلعيه في عيد في مناسبه هتستعمليه لانه زي كوفرت. ده ده خامه المبطنه التبطين ومعاه طبعا باين يعني شغله فعلا. باين ما شاء الله. والجبيره المفرغه دي من نار المفرش داير ما يدور. العرض خلص كده العرض تمام كده الحمد لله. المفرش العطيفه طبعا عرضناها في اول حاجه. عرضناها اول حاجه كل يبقى احنا كده عرضنا المفرش العرض كبير قوي الحمد لله. احنا تعبنا في بس مبسوطين بجد. لا حلو عرض حلو. الله يخليك الحمد لله. طبعا قلنا البرانس وقلنا البشاكير قلنا الشغل كله ما شاء الله. قلت لي ان في ايوه هديه على العرض انا مستنيه. احنا قلنا المصليه هديه. المصليه طبعا هديه وحاطين كوفرته كبيره وكوفرته اطفال. ايه ده عندنا اطفال كمان. طبعا دي بقى دي كوفرته من المول الشناوي. الكوفرتتين دول على العرض زياده. كوفرته ثلاث قطع مش قطعه واحده. دي ثلاث قطع. دي ثلاث قطع البيكا استاذ جماعه. دي مصنع ادفايس اللي هي الاصلي او اصل البيكا. وطبعا كوفرته التلاوي مصنع التلاوي طبعا يعني غني عن الكلام. خطيره خطيره لولا ان هي متطبقه تطبيقه محترمه والله كنت قلت له يفردها لي. بصوا عامله ازاي خطيره خطيره. دي بكام لوحدها بعيد عن العرض؟ هات لي واحده احمد مفتوح. مش مفتوحه افتح يا باشا. خطيره دي جميله يا جميل. جميله ما شاء الله يا استاذ جميل. ما بنحطش اي هديه. الله يبارك لك الله يبارك لك بجد عجبتني قوي 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 ما شاء الله. الرسمه بتاعتها حلوه قوي. شياكه ورقه ولون مريح. لون مش مزعج عليه شغل وعليه الوان عملية. بس كله مريح وخامه عمليه عمليه. ايوه يا جماعه ما بنقول هدايا بنقول طبعا معانا كملوا العرض لاخر الفيديو. ده اللي احنا قلناه في اول الفيديو ان الهديه بتخدم العرض يا استاذ شيماء. احنا دي يعني دي اقل ما يتقدم للناس المحترمه والناس الكويسه. الله يخليك ربنا يبارك لك. فعلا يستاهلوا احسن من كده كمان. انا عايز بقى افرجك عليها. لو سمحت لان هي بجد جميله. هي دي خد فيها خدديات الكبيره والاطفال فيه خدديات. بس الناس بتاع الجامعات انا عايز اقول لك يعني العروسه اللي هتاخدها صدقيني هتفرديها مفرش سرير. ايوه وخامه الكوفرته بقى ما شاء الله جميله عجباني. لا عجبتني والله قوي. اصل البيكا اصل خام البيكا ده يا استاذ. جميله الخامه نوعيتها عامله ازاي. حلوه 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 بصراحه حاجه هم. محترمه دي كده شايفين. ودي الكوفرته هتفرديها سريعا يعني. بس كده ما شاء الله شوفي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. دي للاوضه الكبيره
دي للاوضه الكبيره انا عايز اقول بجد لك علشان استقرت بيها على السرير، للسرير الكبير ده مقاس الاطفال يا جماعه. عندنا شايفين في الكوفرتات جميله. شفتوا يا جماعه؟ مش ما مش بنقول مول الشناوي بيتميز او ان الشغل عندنا مميز من فراغ، لا الشغل فعلا هتلاقيه مميز على الطبيعه. ما شاء الله. يبقى كده كوفرت الاطفال تمام، والكوفرت الكبير بتاع الاطفال يا احمد، يبقى دول كده طبعا زياده على العرض اهو. دول كده هديه على العرض بتاعنا. كوفرتة كبيره 3 قطع ما شاء وكوفرتة الله الاطفال 4 قطع، كوفرتتين واتنين خدادية. مش محسوبين ولا مش مكتوبين في الفاتوره ومش نهائي متضافين نهائي. حساب العرض لوحده وعدد القطع لوحدها خالص. والعلم ال 10% محطوط على سعر العرض. تمام. العرض ده فعلا فعلا النهارده عشان يتباع مش اقل من 45، يعني يوم ما يتعمل واجب بيتعمل ب 40,000. ده بعد الواجب. لان هو عرض كبير وعرض قوي وناس كتيره بتسعى انها تدفع ال 40 وال 45 بس تاخد عرض بالجمال ده. يعني في ناس يعني ما عندهاش مشكله انها تدفع الرقم ده بس تاخد عرض حلو، يعني ما تقعش في عارفه اللي هو ايه، في لخبطه البراندات، وتاخد طقمين حلوين وطقم مش حلو، تاخد بطانيه نص كم، ايوه فوطه مش قد كده، احط شويه حاجات ازوق بيها من على الوش كم حته كده على الوش حلوين والباقي حشو يعني. بالظبط كده. فالعرض ده الناس اللي عايز تاخد عرض محترم عرض قوي. اي نعم هو يعني مش هنقول ان هو كبير اللي هو الاعداد الكبيره ال 40 طقم وال 50 طقم، بس لا اعداده كويسه بالنسبه ل 16 طقم كبير و10 اطفال و34 فوطه تمام، وبطانيتين كبار وبطانيه اطفال والحاف كبير والحاف اطفال، مفرش القطيفه الكبير ومفرش القطيفه الاطفال، البرنس، فوط المطبخ، فوط السفره ما تتعدش ما شاء الله، فوط التواليت، البشاكير، الدفايات، بسم الله ما شاء الله، كبار دفايه 6 قطع لوحدها. الناس بتطلعها في عروض تحسبها مفرش قطيفه اطفال طبعا. احنا حاطينها دفايه يا جماعه حلو قوي. فالحمد لله العرض ده عرض محترم. الناس اللي هتنورنا ان شاء الله تخلي بالها من السماسره طبعا. موضوع السماسره الناس اللي تنورنا هنا في مول الشناوي، ارقامنا على الشاشه دلوقتي او فوق الفيديو لو على الفيسبوك، كلميهم قبل ما تيجي لغايه ما توصلي، هم هيفضلوا معاكي على التليفون لغايه ما توصلي لغايه مول الشناوي بالظبط بامان، لانك انت بجد لو رحتي اي مكان تاني هتبقي زبونه اكيد، زبونه هيعملوا عليكي شغل، فانت جايه على مول الشناوي علشان تستفيدي بالسعر وبالخصم اللي معمول لمتابعينا طبعا، وبجوده الشغل ومقاسات الشغل وكل حاجه. الجوده بتاعه الشغل دي فعلا ايوه بتخليكي تسعي لبلاد طبعا. الناس بتيجي المحل تاخد جوده شغل وتوفري، يعني انت جايه رحله وصرفتي 1000 جنيه مواصلات، لا وشحنك مجانا، يعني انت تعالي زي ما تيجي، بس انت في الاخر انا ممكن اجي اخد كل حاجه وامشي، الشحن مجانا، تبعت لي الحاجه ان شاء الله طبعا. اكيد يبعت لك الحاجه مش يروحها معاكي، هو هيبعت لك عشان الناس الحاجه الناس اللي حابه تختار كل قطعه بنفسها. طبعا المول بيرحب بيها. وبناكد دايما على حاجه حضرتك بتقولها، هتيجي هتجيبي عربيه معاكي عشان تاخدي الشغل، لو انت مش هتشحني الشغل هتاخديه معاكي وانت ماشيه، العربيه بشبكه. العرض كبير يا جماعه ما تبصوش. ما شاء الله شوف احنا مالين المكان ما شاء الله اهو، يعني شوفوا من اول الباطين والحافه احنا حاطينها فين، هناك زقينا حاجات هناك وادي حاجات هنا، دي لقطه كبيره لقطه الاطفال واهو ما شاء الله. دايما هتيجي العربيه تجيبي عربيه فعلا فيها شبكه، جيتي ومواصلات احنا نجيب لك هنا عربيه ونوفرها لك تمام. برده متاح، عندنا ناس طيبين ياكلوا عيش وناس محترمه طبعا على ضمانتنا، هتوفري بدل العربيه ما تيجي جنبك، لا هتطلع معاكي من هنا طبعا بنص التكلفه اللي انت هتجيبها من بره تمام. بس احنا كده وضحنا كل حاجه. العروض بتاعتنا ال 15900 ان شاء الله متاح. ايوه انا عايز اعرف بقى احنا عروضنا بتبدا من كام؟ من 15900 من 15900 تمام، وعرض 19650 وعرض ال 24000 وعرض ال 29900 والاخير اللي احنا عاملينه النهارده اللي هو ب 36. الحمد لله حلو جدا ما شاء الله. عندنا عروض من اقل سعر لاعلى سعر، كلها براندات، مفيش عرض يقل جوده عن الثاني، هو اختلاف في عدد القطع مش اكتر، وفي نفس الوقت احنا وخدي بالظبط كده المناسب ليك. المناسب ليك يعني 36 عاجبك خديه. كلهم شحن مجاني ولا ايه اللي عليه شحن مجاني؟ كلهم؟ كلهم شحن مجاني. حلو قوي في شهر 9. ده كلام فاضي يعني. الله يخليك. انما طبعا يعني عايز اقول لك الهدايا اللي مقدمه فيه دي بصراحه كويسه قوي، ال 10% دي حاجه كبيره. طبعا. والله يا جماعه العرض ده فعلا اللي احنا بنعمله اقل. محدش عارف يعمل عروض دلوقتي في الاسعار اللي موجوده، محدش عارف يعمل عروض. احنا جايين بنبيع بسعر حلو قوي وعاملين عليه عرض كمان. هتلاقي الكلام ده فين غير عند مول الشناوي؟ جاي يدلعنا النهارده ما شاء الله يعني. عايزه اقول ان كل حاجة موجودة في الفيديو النهاردة، في أي حاجة قدمناها في منها تشكيل كبير، أي براند قلناه احنا مشكلين لكم في البراندات، أي براند قلناه عليه تشكيلة كبيرة مش اللي معروض معانا بس في الفيديو، سواء في اللحفة، في الدفايات، في الكوفرتات، في الملايات، في الفوط، في كل حاجة. تعبتك معايا النهاردة؟ ولا تعب ولا حاجة، ده مبسوطين وسعداء بوجودي يا استاذ شيماء. أنا الأسعد والله، ربنا يعلم يعني. حضرتك طبعا الله يخليك على القناه، وطبعا احنا بنتشرف ان هم يجوا لنا وينورونا في المحله. الله يخليك ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم وتبقى رحله مفيده واستمتعوا بيها فعلا يعني. اكيد باذن الله ان شاء الله. رحله المحله دي، المحله بلد الحمد لله بلد صناعيه، بلد صناعه ايوه، المفروشات تجي لها بلاد وتسافر لها وتتشجعي ان انت تيجي طبعا. ليه؟ عشان انت يعني على الاقل هتوفري 5000 و10000
عن مكانك. حقيقي طبعا دي حاجه كويسه، بس اهم حاجه تخلي بالك من السواسه. طبعا هتقعي معاهم، لا يبقى انا اشتري من بلدي بقى احسن لي ويستفادوا مني 5000 أيوة 10000 جنيه استفاد بالطريق والدنيا خلاص، هياخدوا منك سمسار هنا بالظبط. ايوه فدايما دي خلي بالك معروفه، عايزه تستفادي فعلا بالعروض، تستفادي بالاسعار والمنتجات اللي احنا دايما بناكد عليها ان انت تاخدي براندات محترمه. تخلي بالك من السمسار اللي جاي المحل. طريقنا عنواننا سهل قوي، احنا قدام مجلس المدينه في شارع البحر الرئيسي، اشهر شارع في المحل، وارقامنا في ظهر شركه الامل يا جماعه. لو ما قدرتيش توصلي كلمينا واحنا نتابع معاكي. تمام في اي وقت كلمينا. تمام احنا بنفتح من 9 الصبح لحد الساعه 8 بالليل، ما عندناش اجازات، احنا عاملين زي الاسم قاعدين لكم 24 ساعه ما عدا الجمعه بس، بنفتح من 9 لحد الساعه 6 6 عشان الناس اللي جايين من صحيح الناس اللي جايين من سفر، احنا اصلا موعدنا بنقفل الساعه كام؟ كل يوم احنا بنفتح من 9 الصبح واحيانا من 8، بس خلينا نقول الميعاد الرسمي من 9 الصبح لحد الساعه 8 بالليل، واحيانا لحد 9 بالليل برضو. تمام بس خلينا من 9 ل 8 دي المواعيد الرسميه بتاعتنا. الجمعه بس لغايه 6 بنقفل ل 6. تمام يعني من 9 ل 6. تمام كده. شكرا متعبتك معايا، وتسلم على العروض الحلوه، واشكر لنا الحاج كتير جدا لان انا عارفه ان كل الحاجات دي تحت اشرافه طبعا بدعم منه. اكيد عايز اقول لك ان العرض ال 15900 احنا يعني عايز اقول لك يعني النقطه دي انا قلت لك قبل قلت لك من شويه، احنا العرض اتحسب 16 و 17، هو قال انا مش عايز اسمع 16 ولا 17، انا عايز اسمع 15 و الحمد لله. ربنا يبارك له، ربنا يبارك له ويديله الصحه يا رب. اسمع عرض 17 وعرض 18، انا عايز اعمل عرض متوسط لناس حابه انها فعلا تاخد عرض تلم مفروشاتها وتاخد حاجه كويسه ومحترمه تعبانه في فلوسها بسعر قليل وسعر رمزي، وفعلا عرض اقتصادي. وفي الحمد لله زي ما قلت لك العرض ده ما شاء الله كان طالع اصلا للعروسه، ربنا يتمم لها على خير ويهني كل العروسه طبعا بتجهز. بسم الله ما شاء الله. بصوا للبراندات وبصوا الحاجه هتلاقي فعلا الحمد لله الشغل كله مميز. اعرفي اسعار المصانع دي كام، وانت هتعرفي العرض بتاعنا ده اساسه كام واحنا عملناه بكام، تفرق كتير. ربنا يبارك لك وشكرا وتعبتكم معايا، وبجد الفيديو كان مميز وانبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. مجلس المدينه اهو في وشنا، قبله على طول هنا في محطة القطر وكشري السندباد على ناحية اليمين. تمام يبقى احنا في وشنا مجلس المدينة، في وشه الناحية التانية على طول شركة الأمل. أنا عايزة أقول لكم هنا بقى مول الشناوي في ظهرها على طول، احنا هندخل من جنب شركة الأمل، الشارع اللي لازق فيها ده على طول في وشنا صيدلية علي وسط مول الشناوي جنبه على طول. عايز اقول لكم الوصفه سهله جدا، احنا في شارع البحر يا بنات علشان ما ننساش المكان، سهل جدا، وانا هسيب لكم اللوكيشن في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت.